الله تعالى وبركاته. احترام مستمعينا بتوقيت الجزائر، أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير. أهلا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج هذا الصباح. وكالعادة من خلال هذا البرنامج الإخباري الخدماتي سنتطرق إلى عديد المواضيع التي تصب فيها باهتماماتكم، وأكيد الفاتحة ستكون بركن صحة ومشكلة الإسهال لدى الكبار والصغار. ما هي الأعراض، الأسباب وطرق الوقاية والعلاج مع طبيب مختص بالمجال. إذن وباقتراب فصل الخريف مشاهدينا، أعوان الحماية المدنية تكثف مجهوداتها للتحسيس وكذا الوقاية من خطر سيول الأمطار الموسمية، وبرنامج وقائي من مختلف الأخطار على المستوى الوطني. وفي البرنامج مشاهدينا سنفتح بابا عند قطاع التكوين والتعليم المهنيين، إذن تسهيلات وتحفيزات للراغبين في الالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، والعينة اليوم من ولاية بومرباس. وفي مجال أقول إدارة وتسيير المؤسسات الناشئة، لنا وقفة عند مشاركة الجزائر في مسابقة أقول إنجاز العرب شهر أكتوبر من السنة الجارية. وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي مشاهدينا، سنتطرق إلى موضوع حاضنات الأعمال وإرساء ريادة الأعمال والابتكار في الأوساط الجامعية من أولويات الوزارة الوسطية. وفي الأخير سنستعرض وإياكم مشاهدينا تجربة مؤسسة ناشئة في مجال التعليم بالتكنولوجيا والروبوتيك، وكذا مشاركتها في البطولة الوطنية للروبوتيك. مشاهدينا تفاصيل كل هذه المواضيع إضافة إلى مواعيد إخبارية قارة على رأس كل ساعة سنتطرق إليها بالتحليل والنقاش مع نخبة من ضيوف البرنامج، عقب قراءة في أهم توقعات أحوال الطقس مع الزميلة صبرين عثي بوزيان. نتابع. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. خلال يوم الأمس سجلنا عبور اضطراب جوي سريع الحركة خاصة السواحل، هذا كان راجع لتمركز منخفض جوي بحوض البحر المتوسط، كان أيضا مرفوق بهبوب رياح قوية. خلال نهار اليوم الرياح ستضعف بسواحل الوسطى والغربية وتبقى قوية نسبيا على كل الهضاب العليا، الأوراس، السواحل الشرقية، بعض السحب السفلى التي ستبقى منتشرة خلال هذه الصبيحة نحو السواحل، ثم سرعان ما تميل السماء إلى الصفاء. خلال النهار بإذن الله ستكون الأجواء مشمسة، احتمال لبقايا بعض الأمطار الضعيفة والمحلية نحو السواحل الشرقية، تتبعها سحب عابرة خلال النهار بدون فعالية. أما بشمال الصحراء ستكون الأجواء مشمسة على العموم، ستتشكل بعض السحب نحو منطقة تندوف تتحول إلى رعدية خلال الظهيرة، وتبقى تنشط خلايا رعدية موسمية نحو أقصى الجنوب إلى غاية الجنوب الشرقي ووسط الصحراء، تكون مرفوقة بأمطار محلية. كما ستبقى رياح قوية نسبيا تخص شمال الصحراء الواحات إلى غاية الهضاب العليا، ستعمل على انتشار بعض الزوابع الرملية. الحرارة خلال ليلة اليوم تراوحت ما بين 17 إلى 23 درجة بالمناطق الشمالية، سجلنا 27 درجة بشمال الصحراء و33 درجة كانت كأعلى مقياس بالصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب، بينما 25 درجة فقط سجلت بثمن راس. خلال ظهيرة اليوم تراجع محسوس لدرجة الحرارة على كل المناطق الشمالية بالخصوص الشرقية، 31 درجة فقط بسكيكدا وعنبي، 32 درجة بالعاصمة ووهران، ما بين 28 درجة إلى 30 درجة بالهضاب العليا والأوراس، 35 درجة كعلى مقياس هذه المرة بتلمسان، 40 درجة بثمن راس جنوبا، 36 درجة فقط بشمال الصحراء، 37 درجة بالواحات، 38 درجة بالثورة، وترتفع إلى 46 درجة بالصحراء الوسطى، تقريبا نفس المقياس بأقصى الجنوب.
البحر خلال نهار اليوم سيكون مضطرب بسواحل الوسطى، رياح معتدلة ضمن تيارات غربية شمالية غربية. البحر سيكون كثير الاضطراب نحو السواحل الشرقية، بينما قليل الاضطراب بسواحل الغربية، هنا الرياح تبقى ضعيفة على العموم. هذا بالنسبة لنهار اليوم. أما بالنسبة ليوم الغد ستتحسن السماء نحو المناطق الوسطى والغربية، تبقى بعض الأمطار محتملة خلال الصبيحة نحو السواحل الشرقية، ثم تميل السماء إلى الصفاء، تبقى رياح قوية نسبيا نحو السواحل الشرقية. الرياح ستكون قوية نسبيا جنوبا بالجنوب الغربي، وتبقى تنشط خلايا رعدية موسمية بأقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى. درجات الحرارة تعرف بعض الارتفاع الطفيف نحو السواحل الغربية. يوم الأربعاء بإذن الله الحرارة تصل محليا إلى 36 درجة بسواحل الغربية، وتبقى معتدلة بسواحل الشرقية، خاصة بعض الأمطار الرعدية محتملة نحو الهضاب الوسطى ومنطقة الأوراس، كذلك بعض الأمطار الرعدية محتملة بمنطقة الواحات. الرياح ستكون قوية نسبيا بالجنوب الغربي لغاية وسط الصحراء وأقصى الجنوب. يوم الخميس بإذن الله تقريبا نفس الوضعية الجوية، تحسن في حالة السماء نحو كل المناطق الشمالية، تبقى بعض الأمطار محتملة خلال الصبيحة نحو منطقة الأوراس وكذلك بمنطقة الواحات، أمطار موسمية بأقصى الجنوب مع رياح قوية نسبيا من الجنوب الغربي شمال الصحراء لغاية أقصى الجنوب. بالنسبة لوقت غروب الشمس نهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 مساء و22 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، أتمنى يوم سعيد للجميع وإلى اللقاء. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. صباح الخير مجددا مشاهدينا، لكل من التحق بنا اللحظة تتابعوننا عبر القنوات التلفزيون الجزائري، عبر القناة الإخبارية، وكذلك يمكنكم متابعتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي للمؤسسة وكذا الصفحة الرسمية عبر فيسبوك. إذن أول موضوع كما جاء في الفهرس مشاهدينا هو موضوع الإسهال. إذن موضوع صحة لنهار اليوم يكتسي أهمية بالغة مشاهدينا، ذلك لأنه يمس جميع شرائح المجتمع، والأهمية ترتبط كذلك مشاهدينا كون أن هذا المشكلة الصحية تحدث في جميع أوقات السنة، ولا تكاد تخلو العيادات والمستشفيات الجزائرية من حالات مماثلة. إذن الحديث عن أعراض وأسباب وطرق علاج هذا المرض أو هذه المشكلة الصحية، دعوني باسمكم جميعا مشاهدينا أن أستضيف الدكتور موسى قوادر، طبيب عام مختص في الصحة العمومية. صباح الخير دكتور، وشكرا على تلبية الدعوة. صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية لكل المشاهدين. وعليكم السلام. طيب سيدي أو دكتور، ما هي هذه الحالة يعني طبيا ربما، أو يعني بعبارة أخرى حتى نقرب المشاهد أكثر من الموضوع، ما كيف أو كيف نشخص هذا المرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإسهال كما تفضلتي هو يعني ما نقدرش نقوله مرض، ولكن يخبي مرض ولا يخبي عدة أمراض اللي تكون الأعراض نتاعها فيها الإسهال. وكما تفضلتي أيضا إنه يعني منتشر وعبر كل أوقات اليوم ولا السنة، ولهذا يعني لازم الإنسان يتفطن من هذا الأمر هذا، لأنه في نفس الوقت ربما يكون كأعراض خفيفة، ولكن في بعض الأحيان راح تكون يعني يغطي كما كنت نقول أمراض اللي تكون ربما خطيرة وتؤدي يعني بأسباب ولا بأمور اللي حتى في بعض الأحيان يعني تقدر توصل إلى الإنعاش ولا حالات استعجالية، يعني حالات خطيرة. نعم. بالنسبة للتعريف نتاع الإسهال، هو عادة الإنسان
عنده إفراز الفضلات البراز نتاعو عافاكم الله مرة في اليوم أو مرتين في اليوم ولا مرة في اليومين، يعني عادة كل إنسان على حساب، أولا على حساب النمط الغذائي نتاعو، ثانيا على حساب القولون نتاع الإنسان. نعم. لأن كاين مثلا الناس اللي عندهم قولون طويل ولا قولون كما يقولوا بالعربيه ما يعملش مليح، كاين دوليغو كولون، كاين لو ميغا كولون، كاين لو ميغا دوليغو كولون، كاين اللي يكون عريض، كاين اللي يكون طويل، وكاين اللي يكون يعني النشاط نتاعو يكون ضعيف. ولهذا كل انسان عنده نمط يعني نتاع افراز البراز نتاعو، لكن وفي بعض الاحيان راح يتغير هذا النمط هذا اللي كنا نقولوا عليه، ويولي البراز يولي عبارة عن سائل، وبالعكس اللي يكون في مرة في اليوم يولي عدة مرات في اليوم. لا دياري سي دي سال ليكيد اي فريكونت، في عدة مرات في اليوم. وهذا بالنسبة للتعريف نتاع الإسهال. ودركا بالنسبة للأسباب نتاع الإسهال، الأسباب عديدة بزاف الأمور اللي يقدروا يعطيو أعراض يعني عن طريق الإسهال. وهذا الإسهال هذا راح يمس الإنسان الكبير، الإنسان الصغير، الإنسان الرضيع، يعني كل شرائح المجتمع تقدر تكون يعني معرضة لهذا. احنا في أغلب الأحيان الأسباب هي أسباب بالنسبة للنظام الغذائي، التسممات الغذائية، الانتوليرانس، يعني الانسان اللي ما يحملش بعض الاشياء، و تعفن الاكل، ولا تعفن بالنسبه مثلا للرضيع، الزجاجه نتاع الرضاعه نتاعو، لو بيبرون، ولا مثلا الانسان يكون يديه مسخين وياكل حوايج يعني يهضمهم. هذا يكونوا اسباب، ولكن كاينين ثاني اسباب يعني امراض اللي يكون الاعراض نتاعها الاسهال. وربما كاينين امور اللي ما يتفطنلهاش الانسان، على خاطر كاين الاسهال لا دياري الاسهال يعني الحاد، وكاين الاسهال المزمن. احنا نتكلموا بصفه عامه عن الاسهال الحاد، لانه في اغلب الاحيان ناتج عن التسممات الغذائيه، ويعني نشاهدوه بكثره. ولكن كاينين اشياء اللي يكون الاعراض نتاعها الاسهال. باش نطرقوا الامر اللي يهمنا، كاينين مثلا امراض اللي يمدوا اسهال مزمن، مثلا مرض السيلياك. مرض السيلياك الانسان يكون عنده اسهال مزمن، واذا كان شاهدنا باللي الانسان عنده اسهال مزمن لازم يعالج، لازم يشوف الطبيب باش يدير التحاليل. ربما يكون عنده مرض السيلياك. مرض السيلياك هذا راح يعيش به طول حياته، ولكن ماهوش خطير بزاف، لانه لازم له حميه خاصه والانسان يعيش عادي. ولكن اذا كان ما عرفش باللي عنده هذا، كل ما ياكل المواد اللي فيها الجلوتين رايح يتعرض الى هذه الاسهالات هذو، اللي يقدروا يوصلوا حتى للتجفف، ويقدروا يديروا له اسباب امراض اللي ربما تكون خطيره، من بينها حتى العجز الكلوي. من الامراض اللي خطيره وتقدر تمد يعني الاعراض نتاع الاسهال، من بينها مثلا حمى التيفويد،
من بينها لا ديفتيري، هذو يعني امراض خطيره على كل حال. من بينها كان امور اللي ربما ما تفطنهمش الامهات، مثلا التهابات في الاذن تقدر تمد الاسهال بالنسبه للرضيع، الالتهابات في القصبات الهوائيه لبرونشيت يقدروا يديروا اسهال، الانتوليرانس اليمونتير كما كنا نقولوا، كاين انسان اللي بعض النوع نتاع الماكولات ما يحملهاش، هذو ثاني يعتبروا بالاسهال. وبصفه عامه التعفنات في المواد الغذائيه اللي يتناولها الانسان. ورانا شاهدنا مؤخرا المشكل تاع الطونه اللي راهي، الخطر لهنا نفتح قوس، هذه هي جريمه كبيره، لان كاين بعض المواد الغذائيه اللي تكون فاتها التاريخ نتاع الصلاحيه نتاعها. وبعض التجار يقدروا حتى يبدلوا لهم العلب نتاعهم ويديروا لهم تاريخ وسمو، وهذه جريمه كبيره، لان انا شاهدنا بالنسبه للطونه اللي غيروا لها الاتيكات نتاعها، رانا شفنا واش ادت الى وفاه يعني اشخاص، وهذا شيء كبير بزاف. دونك كاين تعفنات، ونشاهدوا في الاكل السريع هذا، لان ولا سيما نشاهدوهم في فصل الصيف، لان فصل الصيف يساعد على ظهور الجراثيم والميكروبات والفطريات وهذه الاشياء كامل اللي يقدروا يديروا اختلال في التوازن، لان احنا الانسان عنده في الامعاء نتاعو لا سيما في الامعاء الغليظه عندنا ميكروبات وفطريات اللي عايشين في الاخر، ويساعدوا على الهضم نتاع المواد الغذائيه اللي ياكلها الانسان. وكيكون يعني اختلال في التوازن تاع هذه الاشياء هذو، ولا الانسان يهضم فيروسات ولا ميكروبات ولا فطريات اللي ما همش عاديين في الامعاء نتاعو، راح يكون يعني اختلال توازن، و يكون اسهال، يكون غيثان، يكون تقيؤ، ويقدر يؤدي الى اشياء اللي بالنسبه للرضيع. الرضيع كان يزوج انواع، كان الرضيع اللي يرضع الام نتاعو من الثدي نتاعها يعني تكون عنده مناعه اكثر، ولكن الرضيع اللي يتناولوا يعطيوا له زجاجة الرضاعة لو بيبرون، هذا أولا الحليب الاصطناعي بالنسبة للحليب الطبيعي فيه فرق كبير أولا. ثانيا يكون معرض أكثر، لأن ربما الزجاجة هذيك ما تغسلتش مليح ولا ويكون فيها الميكروبات ولا تعفن يقدروا يؤديوا إلى ما لا يحمد عقباه. بصفة عامة يعني الأسباب اللي تقدر تدير الأشياء الأعراض هذه نتاع الإسهال. نعم جيد. طيب دكتور، تحدثتم عن الإسهال، ما هي الأسباب، تحدثتم ربما عن الطعام أو عن النظام الغذائي للفرد خصوصا في فصل الصيف، وذكرتم أن ارتفاع درجات الحرارة وسوء حفظ بعض المواد الغذائية قد يؤدي إلى تسممات غذائية ومن ثم إسهال حاد لدى الفرد. طيب نتحدث قليلا ونفصل في أنواع الإسهال دكتور، ما هي أهم الأنواع التي رصدتموها خلال يعني تواجدكم بالعيادات؟ يعني على كل حال أغلبية الحالات
أغلبية الحالات كما ذكرت هي حالات اللي نشاهدها في فصل الصيف. نعم. كاين المحلات هذول تاع الأكل السريع اللي ما راعيوش الحفظ تاع المواد الغذائية اللي سريعة التلف. نشاهدوا الشيء اللي كبير ثاني في الشاطئ. نعم. الناس يشروا هكذا على برا مأكولات اللي معرضة للشمس، معرضة للغبار. نعم. هذه واحدة. كاين ثاني التسممات الغذائية بالنسبة للوليمات الأعراس. نعم. وين يكون الأكل يعني جماعي. نعم. كاين ثاني بزاف التسممات الغذائية، وكاين مثلا في المخيمات الصيفية ثاني ينتشر هذا التسمم الغذائي الجماعي. حتى في المنزل دكتور، حتى في المنزل ربما سوء حفظ بعض الأغذية في الثلاجة قد يؤدي إلى إتلافها كما ذكرتم، وقد يؤدي إلى الإسهال. طيب دكتور، سؤالي التالي، نتحدث عن الإسهال بالنسبة لارتباطته بالفئة العمرية، هل يرتبط بفئة عمرية معينة؟ هل الكبار هم معرضون أكثر أم الصغار، أو يعني تتساوى الحالة لكلتا الفئتين؟ نعم، هي بالنسبة حتى لكل الأمراض كاين فئات في المجتمع اللي تكون هشة وتكون معرضة أكثر لهذه الأشياء. بالنسبة للإسهال، الفئة اللي يكون فيها الإسهال خطير بزاف هي بالنسبة للطفل الرضيع. نعم. لأن الطفل الرضيع أولا كيكون عنده إسهال، الإسهال الخطر تاعو شنو هو؟ ضياع الماء. ونعرفوا باللي الجسم تاع الإنسان فيه نسبة كبيرة من الماء. نعم. والإسهال يكون في بعض الأحيان ولا في أغلب الأحيان يكون مرفوق بالتقيؤ. نعم. ممكن الإنسان يضيع الماء في البراز نتاعو عافاكم الله، ويضيع الماء بالنسبه للتقيؤ. والفئه الهشه الكبيره هي فئه الاطفال. نعم. لان حتى في بعض الاحيان كاينين اسباب غير يعني تسمميه، مثلا التسنين. نعم. تاع الطفل. لدى الطفل. نعم. الطفل كيدير الاسنان تاعو راح تؤدي الى اسهال. وكما ذكرت من قبل، المناعه نتاع الطفل الصغير ما عندوش مناعه. نعم. مازال ما كونش المناعه نتاعو، ماشي ما عندوش، مازال ما كونهاش المناعه نتاعو، ولهذا يكون عرضه لكل التعفنات اللي تقدر تؤدي الى اشياء. يعني. وبالنسبه لصغر الجسم نتاعو كذا يعمل كميه صغيره من الماء راح يتاثر. ولهنا نفتح قوس باش نمد يعني نصائح للامهات. اذا كان الطفل عنده اسهال لازم دائما وابدا يعطوله الماء والاملاح. نعم. المعدنيه هذيك. ومن الاعراض نتاع الخطر الكبير هو يتكون في زوج حوايج. الخطر الكبير اولا هو التجفف، الانسان ينشف من الماء. نعم. وكي ينشف من الماء الجهاز اللي تاثر الاكثر هو جهاز بولي عافاكم الله. نعم. والكليتين. نعم. كان وين يوصل حتى الى قصور كلوي كيكون. نعم. كتكون شديد. يعني في طريقه حاده بزاف. نعم. الاعراض نتاع بالنسبه للطفل بالنسبه للرضيع رايح اولا يكون ينقص له النشاط نتاعو. نعم. حتى كي يبكي الدموع تكون ناقصه. نعم. راح يكون تجفف في البشره نتاعو، كي ناخذوا مثلا في البطن نتاعو
نشدوا الجلده نتاعو ومن بعد نطلقوها تبقى مكمشه لانها تكون جافه، رايح يكون العينين نتاعو يكونوا داخلين لا فونتانيل، يعني الملغيغه لهنا نتاع الطفل الصغير عاده تكون منتفخه، ولكن كيكون فيه تجفف ويكون فيه اسهال من ان من أس من الـ يعني الـ الاشياء اللي تبين الخطوره للملغيغه نتاعو تكون هابطه، تكون هابطه، وهذو كامل اشياء اللي تدل على خطوره الوضع. نعم. وبالنسبه للفئات الاخرى، بالنسبه للفئات الاخرى كاين الانسان الانسان المسن، كبار السن، كبار السن، لان الانسان اللي يكون كبير في السن كل ما نكبروا في السن راح تروح لنا هذاك الاحساس بالعطش. نعم. واذا كان اولا ما يحسش بالعطش ويكون عنده اسهال يضيع بزاف الماء راح يكون خطر بالنسبه للتضييع تاع الماء. وثانيا ديجا البشره نتاع الانسان الطعن في السن تكون جافه من الماء وتكون يعني تبين باللي راه الجسم نتاعو مخصوص من الماء. نعم. وإذا كان عاد يزيد يضيع راح يأثر عليه بصفة كبيرة. والفئة بصفة عامة اللي دائما نحثوا عليها هي صفة فئة الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. نعم. يكونوا عرضة لأنهم المناعة نتاعهم تكون ناقصة بالنسبة للناس اللي تكون عنده مناعة عادية. نعم جيد. تحدثتم دكتور عن حالات عديدة للإسهال وركزتم في حديثكم عن الطفل الرضيع يعني باعتباره فئة يعني هشة نوعا ما كما ذكرتم، تحدثتم عن مسؤولية الأولياء في تنظيف قارورة الحليب أو غيرها، كذلك دور المربية ربما في الروضة على الأم إن صح التعبير أنها تنتبه لهذه الأعراض. جميل دكتور، نتحدث هنا ربما عن الإسهال الحاد، في هذه الحالة هنالك حالات استعجالية تستدعي تعويض نقص السوائل مع الإكثار من شرب الماء أو حقن السوائل عن طريق الوريد، ما هي أهم الحالات الاستعجالية التي رصدتموها على مستوى المستشفيات؟ هي الاستعجال الكبير هو كما يقولوا ضياع الماء لان التجفف، ولهذا الانسان كيكون عنده اسهال لازم يزود ويكثر من شرب الماء ولو ما عندوش الاحساس بالعطش. وهذا ثاني نفتح قوس بالنسبه للناس اللي كبار السن، لازم دائما يعطيو لهم الماء ولو ما عندوش اسهال، تكلمنا عليها بالنسبه لارتفاع درجات الحراره يقدر يوصل الى تجفف بدون اسهال، لانه قلنا الحاسه نتاع العطش تنقص عند الانسان الطاعن في السن. و دونك الشيء اللي لازم يندار الاول هو شرب الماء، شرب الماء، شرب الماء بكثره. نعم. بالنسبه للرضيع يعطوا له الاملاح المعدنيه مع 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 الماء اللي راهي موجوده في الصيدليات، لان نرجع للسؤال تاعك، لان السبب الرئيسي نتاع الاستعجالات هو التجفف. على خاطر الانسان كي ينشف من الماء رايح يتاثروا كما كنا نقولوا الاجهزه نتاعو، ولا سيما الجهاز البولي، ولا سيما الكلى نتاع الانسان اللي تقدر توصل الى قصور كلوي، والتجفف هذاك هو اللي يكون من بين الاستعجالات اللي رايحه. في بعض الاحيان يوصل حتى يعني يديروا حقن عن طريق الوريد، لا ريهيدراتاسيون بارفوا بارونتيرال اللي يتوصل لها الانسان، ولكن في اغلب الاحيان
كما كنا نقولوا الإسهال هذا هو ناتج عن تعفنات. نعم. لازم له مضادات حيوية ولازم له في بعض الأحيان ثاني مضادات طفيليات دكتور. إيه مضادات. نعم. طفيليات كي نقول مضادات حيوية يعني ضد الفيروسات الميكروبات الجراثيم والطفيليات. نعم. هذو هما اللي وكاين الخمائر للوفير كاين لي لوفير ثاني اللي يقدروا يديروا هذا الاسباب هذو. ولازم دائما استشاره الطبيب في هذه الحالات هذه. نبقى دائما دكتور في الحالات الاستعجالية أو الحالات الخطيرة كما سميتموها لموضوع الإسهال. طيب قد يؤدي الإسهال إلى هبوط حاد في الضغط، قد يؤدي ربما المريض إلى دخول حتى إذا قدر الله إلى غرف العناية المشددة بسبب انخفاض الضغط، هل هنالك حالات يعني مشابهة؟ بطبيعة الحال يعني هي شغل عملية جراحية عملية حسابية صغيرة، كل ما ينقص الماء في الجسم تاع الإنسان، وكما ذكرنا في بداية الحديث أن الجسم الإنسان مكون من كمية كبيرة من الماء، كل ما ينقص الماء هذا كل ما ينقص أولا الضغط الدموي و ينقص تنقص الحيوية، لأن كل الأعضاء نتاع الإنسان يتغذوا عن طريق الدورة الدموية، وكيكون إسهال حاد ويكون ضغط في الانخفاض في الضغط الدموي رايح الدورة الدموية هذيك ما تكونش يعني فعالة، وكل الأعضاء اللي تقدر تكون معرضة لهذا الضغط الانخفاض تاع الضغط هذا راح تكون تتأثر، وفي يعني بصفة عامة وبصفة خاصة الأعضاء اللي يسميوها الأعضاء النبيلة اللي هو المخ تاع الإنسان. نعم. والرئتين والقلب والكبد. نعم شكرا جميل دكتور، أكيد أن اتباع نظام غذائي سليم هو الأمثل لتفادي الإصابة بالإسهال وحتى أنواع أخرى كلها مرتبطة بشرب الماء، الرياضة، اتباع نظام غذائي والنظافة. سليم. نعم دكتور. والنظافة. والنظافة أكيد. دكتور موسى قوادر طبيب عام مختص في الصحة العمومية، شكرا على كل هذه التفاصيل الوافية. العفو. وشكرا على حضوركم معنا. العفو وشكرا لكل الناس اللي تبعونا. العفو هذا واجب. مشاهدينا إلى فاصل قصير ولن نعود بعد ذلك.
نجدد بكم الترحاب مشاهدينا الكرام دائما عبر برنامجي هذا الصباح خلال الإخبارية الجزائرية. مشاهدينا، ولأننا برنامج تحسيسي توعوي دائما نتطرق للمواضيع التي تهمكم بتقديم مجموع الإرشادات والنصائح التي قد إذا نبدأ مشاهدينا الكرام تزامنا والموسمي الاصطياف، أكيد تتكاثف جهود الحماية المدنية لمجابهة تحديات عديدة، حوادث المرور، حوادث الغرق، أخطار حرائق الغابات، مع التركيز بتقديم مختلف الإسعافات خلال هذا الموسم المهم، موسم الاصطياف لسنة 2023. مشاهدينا، للحديث عن هذه أهم التدابير والمخطط لمصالح الحماية المدنية، دعوني باسمكم جميعا أرحب بالملازم كريم بن فحصي، مكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية. صباح الخير سيادة الملازم، وشكرا لتلبية الدعوة. شكرا، تحية صباحية متبادلة عطرة لك ومن خلالك إلى كل الزملاء الموجودين على مستوى التلفزيون العمومي استوديو القناة الإخبارية الثالثة، والمشاهدين الكرام اللي راهم الان يتابعوا فينا من خلال مائده فضل الصباح. متبادله سياده الملازم. اذا بدايه، لما نتحدث عن اعوان الحمايه المدنيه اكيد سنتحدث عن التدخل الاولي والسريع، وخلال صائفه 2023 اكيد رصدتم سياده الملازم مجموعه من المخاطر التي تعرض لها الفرد الجزائري. ما هي اهم المخاطر التي رصدتموها على مستوى مصالح الحمايه المدنيه؟ نعم طبعا، في البدايه شكل التلفزيون العمومي هذه الاستضافه والتي من خلالها نرافق المواطن الكريم في كل أنحاء الوطن، خاصة في ظل التدخلات اليومية اللي تقوم بها المصالح نتاعنا عبر كافة التراب الوطني. فالمديرية العامة للحماية المدنية تسجل تقريبا يوميا أزيد من 3000 تدخل لتقديم المساعدة للمواطنين. هذه التدخلات موزعة على محاور، نتكلم على تدخل فيما يتعلق بحوادث المرور، نتكلم على التدخلات فيما يتعلق بانتشار الغرقة وتقديم لهم الإسعافات الأولية على مستوى الشواطئ، نتكلم على ما يتعلق بالتدخلات التي لها علاقة بحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، نتكلم كذلك على محور يتعلق بإخماد الحرائق الصناعية والمناطق الحضرية، نتكلم على الحوادث المنزلية، العديد من التدخلات التي تقوم بها المصالح نتاعنا من أجل تقديم يد المساعدة للمواطنين في أي نقطة كانت وفي أي ظرف زمني كان. فقلت تدخلاتنا لا تقل عن 3000 تدخل يوميا عبر كافة التراب الوطني. في بعض المرات نحسب بالثانية نجد أزيد من 23 تدخل كل ثانية. كل ثانية عندنا تقريبا، أو كل 23 ثانية عندنا تدخل. وبالتالي التدخلات نتاعنا راهي موزعة في كامل المحاور التي تشتغل عليها أو من مهام مصالح الحماية المدنية. هذه التدخلات نريد من خلالها تقديم أحسن الخدمات للمواطن الكريم، التكفل الأحسن والأمثل بالمواطن الكريم، وذلك الذي يدخل في إطار مهامنا وهي الارتقاء بالاحترافية المهنية وتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطن الكريم. جميل. طيب سيادة الملازم، نتحدث عن الأرقام الهائلة لحوادث المرور مؤخرا بالجزائر. هي ليست مجرد أرقام، أكيد هي أرواح تهدر يوميا عبر طرقات الجزائر. طيب سيادة الملازم، رصدتم ربما حوادث مرور كثيرة، المتسبب كان ربما، حتى لا نوجه أصابع الاتهام لربما المواطن الجزائري، لكن هنالك ربما ملاحظة عن يعني الشراك هذا الفرد في العمليات التحسيسية. نأتي مباشرة إلى التحسيس من مخاطر حوادث المرور. نعم، وأنا قادم إلى التلفزيون العمومي صباحة اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بالنقطة المسماة بلدية بوعرفة دائرة البليدة، نسجل حادث مروري خطير يتمثل في اصطدام 12 سيارة مع حافلة لنقل المسافرين، وكذلك تقريبا 7 شاحنات للوزن الثقيل بمجموع كلي يزيد عن 20 مركبة. هذا الحادث المروري الأليم وش خلف لنا؟ خلف لنا خسائر مادية جمة. الصور التي سجلناها في عين المكان للمركبات كيف أصبحت بعد قوة الاصطدام، فالصور نقدر نقول يندهي لها الجبين. بالمقابل سجلنا 33 ضحية في عين المكان، 4 منهم في حالة جد خطيرة، تم إسعاف الضحايا في عين المكان من قبل الفرق المتدخلة لمصالح الحماية المدنية في ولاية البليدة وتحويلهم على جناح سرعة إلى أقرب مؤسسة استشفائية لمكان وقوع الحادث. إذن هذه اليوم فقط في حدود الساعة 4:30 صباح. نعم. تخيلي معايا هذا الحادث المروري
اللي خلف لنا 33 جريح في عين المكان يوظفون الى قائمه الضحايا. بلغه الارقام من 1 ماي الى غايه اليوم عندنا ازيد من 640 وفاه او 640 قتيل، اقول هذا المصطلح احسن، 640 قتيل. ما تخلفه حوادث الطرقات وما يسمى بارهاب الطرقات نقدر نقول خيبه امل، لانه في غضون 3 شهور ولا 4 شهور نسجلوا ازيد من 640 قتيل. وانا كنت تكلمت في العديد من البلاطوهات التلفزيونيه خاصه في برنامج هذا الصباح او في الظاهره، لما نتكلم على 640 قتيل نتكلم على الارامل، شحال من سيد اللي توفى وخلنا الارامل، شحال من اسره اليوم عندها فيها الايتام، فقدت الاب او الام او الابوين معا. فالعديد من الجبهات التي تفتح بعد وقوع الحادث المروري، بالإضافة إلى ما تخلفه من صدمات نفسية حوادث المرورية، ما تخلفه من عاهات وإعاقات دائمة. الجرحى اللي سجلناهم اليوم مثلا تاع 33 جريح، كاين الجريح اللي نقلوه المستشفى يتعالج في لحظات الأولى ويغادر المنزل تاعو، كاين جريح اللي يبقى على مستوى المستشفى، كاين جريح اللي يتطلب له عملية جراحية معقدة خاصة إذا تعلق بالهيكل العظمي تاعو. وفي بعض المرات العملية الجراحية المعقدة يلجأ فيها الأخصائيين ولي بروفيسور إلى استعمال ما يسمى بقطع الغيار لي بياس ميتاليك، هذوك لي بروش. فيقدر الإنسان هنا يصبح عنده شلل جزئي أو كلي أو نصفي أو ما يسمى بالعاهة الدائمة التي تمنعه عن مزاولة حياته العادية. كان يقدر يجي للتلفزيون العمومي يخدم، يروح للحماية المدنية يخدم، يروح يقضي في السوق اليومي نتاعو، الآن أصبح يمشي على الكرسي المتحرك. إذا نتكلم على أزيد من 640 قتيل، نتكلم على أزيد من 22 ألف جريح. منذ الفتح ماي إلى غاية اليوم أزيد من 22 ألف جريح. أنا حبيت نقول بهذا المصطلح ورانا رايحين فعلا. إلى ماذا نريد أن نصل ورانا حابين نوصله؟ اليوم إذا ما تكاتفش جهود الجميع، نحن كمؤسسة الحماية المدنية أو مؤسسة وقائية الدور نتاعنا هو المرافقة اليومية للمواطن الكريم، ونذكروه بمخاطر ما تتعلق بالحوادث المرورية، نذكروه بماهية الإجراءات الوقائية لتفادي عواقب حوادث المرور. هذا دورنا ومهامنا، ونشاطنا التوعوي والتحسيسي أو سياستنا الاتصالية تبقى 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام طيلة 12 شهر. احنا نشتغل على مبدأ فذكر إنما ذكرى تنفع المؤمنين، وسائل الإعلام تشتغل على هذا الموضوع، المصالح الأمنية الأخرى، المصالح الأمن الوطني والدرك الوطني يشتغل على هذا الموضوع، فعاليات المجتمع المدني نفس الشيء، العديد من الأكاديميات والمنظمات الوطنية فعاليات المجتمع المدني حتى هي شريكة في هذا الموضوع. الآن أردت أن نستغل هذا الفضاء وهذا المنبر، هذه العمليات التوعوية والتحسيسية سواء كانت كلاسيكية أو ميدانية، الخروج الميداني إلى محطات نقل المسافرين أو المساهمة مع زملائنا رجال الأمن ورجال الدرك في السدود، نعطيه تعليمات توجيهات، ربما في بعض المرات نطبع مطويات ونشرات ونوزعها على المواطنين. الآن الفئة المستهدفة اللي هي سواق المحترفين أو سواق المركبات، إذا لم نلتزم بتطبيق قانون المرور، إذا ما احترمناش قانون المرور الإشارات العمودية والأفقية، إذا ما التزمناش بالتعليمات اللي رأي تسديها المصالح الأمنية في السدود زملائنا رجال الأمن ورجال الدرك قبل ما يحروا المخالفة الردعية للمواطن، أو في بعض المرات نقولوا هذا المصطلح أم ينبوه يسقيوا عليه، على ماكش داير لاسينتير تاعك، علاش تهضر في التليفون، علاش الرادار وحكم هذه السيارة راهي فاتت سرعة تاع 120 كيلومتر في الساعة مع العلم أنه هذا المكان ولا هذا المقطع ما نتجاوزوش فيه 90. فهناك تعليمات، هناك إرشادات، لأنه في الأخير هذا رجل الدرك ورجل الأمن هو يهدف إلى الحفاظ على سلامة هذا المواطن، هو راه موجود في هذا البراج ولا في هذا النقطة، علاه؟ باش يأمن الطريق وفي نفس الوقت يحافظ على النفس البشرية من الهلاك. عندنا 640 قتيل، رقم كبير جدا. هذا الرقم لو كان نقسموه على عدد الأيام منذ الفتح ماي إلى غاية اليوم نقدر نقول يوميا عندنا أزيد من 10 أو وفيات ولا 15 وفاة. فمتى نقف جميعا ونكبح هذه الظاهرة أو نساهم في كبح هذه الظاهرة؟ وقتاش نوقف ونديروا صد مانع ونقال بركات فعلا. ورانا رايح. نحن دائما سيادة الملازم كما ذكرتم بالإضافة لمجموع المصالح الأمنية وكذا الشراكة المواطن، نعم، أنه دوره فعال في هذه الحملات أكيد التحسيسية للحد من حوادث المرور، خصوصا التي تزداد ربما وتيرتها في فصل الصيف خصوصا عند الطرق المحاذية للشواطئ. نأتي إلى موضوع آخر، يعني نحن على مشارف أو فصل الخريف، تهاطل محسوس لربما كميات معتبرة من الأمطار، يليه فصل الشتاء أين تزيد تلك
ذلك. نعم. الكمية أقول أكيد سيادة الملازم هنالك خطة، هنالك تدخل، هنالك برنامج تحسيسي وقائي من مخاطر السيول والأمطار الموسمية. أكيد المديرية العامة للحماية المدنية في برنامجها التوعوي والتحسيسي طيلة السنة هناك جملة من المحاور، جملة من المحطات والخطط والاستراتيجيات الموجهة لعامة المواطن الكريم من أجل مرافقته، من أجل المساهمة في غرس الوعي الوقائي والسلوك الوقائي. نعم. ونغتنم الفرص التي تكون مناسبتية. مثلا احنا اليوم في تقريبا يوم 28 أوت نحن على مشارف نهاية فصل الصيف وبداية موسم الخريف أو فصل الخريف. وحنا نعرف أنه في ولاياتنا حتى في بعض ولايات الجنوب الآن يبدأ تتساقط ما يسمى بالأمطار الموسمية. نعم. هذا الأمطار التي تتساقط في وقت قصير بكميات كبيرة. وهذه الأمطار عادة ما يكون المنسوب تاع التساقط نتاعها منسوب المياه يكون عالي مرتفع 40-50 ملم وتتساقط في وقت قصير. فالمديرية العامة للحماية المدنية وضعت في هذا الشأن هذا مخطط لمدة سنة كاملة نشتغل عليه، لكن قلت هذه الفترة الموسمية تصدر تعليمات وبرقيات مستعجلة إلى كل المديريات الولائية للحماية المدنية من أجل الاستعداد للموسم الخريف والأمطار الموسمية والتي تأتي عادة بالسيول والمياه الجارفة. نعم. هذه الأمطار اللي تساقط بزاف يرتفع منسوب الماء على الطريق وتجيب لنا ما يسمى بالمياه الجارفة تجرف في الحاصة والأتربة. نعم. وبقايا الأشجار ولا غير ذلك. نعم. فالمديرية العامة للحماية المدنية وضعت في هذا الموضوع ما يسمى بالجانب التوعوي والتحسيسي. نعم. الذي ينطلق على شكل قوافل جوارية تحسيسية في كل ولايات الوطن. الآن بوشرت هذه العملية التوعوية التحسيسية التي تخرج على شكل قوافل للمواطنين خاصة تلك المجمعات السكنية المحاذية للوديان. هو ما كاش سكنان أو ما كاش ساكن على قارعة الواد، لكن كاين مجمعات سكنية قريبة من الوديان ربما بعيدة بعشرة أو 15 متر على حافة الواد. فاحنا نروح إلى هذه المناطق ونوعي المواطنين بماهية الإجراءات الوقائية التي لابد أن يمارسها المواطن الكريم لأنه شريك فعال في هذه العملية. أكيد. ويتفادى ما يسمى بانحراف الواد أو انحراف مجرى الواد. بالإضافة إلى توعية ما يسمى بالمصانع أو الورشات الصناعية أو المناطق الصناعية بعدم رمي بقايا المصانع أو بقايا الفضلات المصنعة على حافة الوديان. لأنه هذا الواد أو قارعة الواد هذه راهي عندها مجرى لسبيل الماء، وبالتالي لما نروح نرمي أكرمك الله هذيك الردوم أو بقايا المصانع أو الفضلات أو لغير ذلك، فهنا المجرى تاع الواد لما يكون السيول هذه مرتفعه وتكون جارفه ما تلقاش المجرى الحقيقي نتاعها واش يصرى لها تنحرف. وين تروح؟ تخرج الى المناطق الحضريه، تدخل لنا للمدينه. وهذه المياه اللي تجي جارفه وعباره عن سيول راه تجي معها الاتربه والاوحال والطمي مما يعكر الحاله العامه للمدينه. وحنا سجلنا العديد من التدخلات في هذا الموضوع، شفنا حوالي منذ 15 يوم لما ارتفع منسوب الماء تاع واد تمن راست. شفنا ما خلفه من نقدر نقول خسائر في ماديه في الحقيقه في المكان لارتفاع الاوحال والطمي على قارعه الطريق مما تدخل او جعل السلطات الولائيه في هذه المنطقه تتدخل وسخرت كل الامكانيات الماديه والبشريه من اجل اعاده الحياه الطبيعيه لهذه المنطقه. كذلك شفنا على مستوى منطقه ولايه برج بوعريريج، وهذا ليس نقول بالجديد، ولكن الجديد في الموضوع هو إشراك المجتمع المدني في هذه العمليات خاصة ما يتعلق بتنظيف البالوعات أكرمك الله وفتح الأغطية نتاع البالوعات، لأنه العديد من المواطنين في بعض المرات الذين يقطنون بجانب الطرقات عندهم بالوعات على قارعة الطريق في الصيف باش يتفادى الروائح الكريهة وخروج الجرذان أكرمك الله ولا غير ذلك، يروح يعمل لها غطاء الكونتر بلاكي ولا عفسة يغطي هذا البالوعة مما يصعب مهمة ذهاب وجريان سريان هذا المياه. يرتفع الماء على مستوى الرصيف ويروح لنا إلى البيوت والمنازل اللي هي مشيدة دون مستوى الطريق، في بعض ما تنصبه الطريق عالي والبنايات على اليمين وعلى اليسار دون مستوى الطريق، وهنا يسمى بالتسرب للمياه سواء للمساكن أو للمؤسسات العمومية اللي هي لابوست البلدية العيادات الاستشفائية المدارس التعليمية ولا غير ذلك. فهنا المصالح نتاعنا أولا طلبت من المديريات الولائية بالاستعداد إلى هذه التدخلات لا قدر الله إذا كانت هناك أمطار نقدر نقول فجائية أو موسمية، تسخير الإمكانيات البشرية معناتها الأعوان توانا بمختلف الرتب كلهم يكونوا موجودين مجندين في مكان عملهم 24 ساعة 24 ساعة في نظام التناوب، بالإضافة إلى تسخير الإمكانيات المادية التي تستعمل في عملية
تقديم يد المساعدة للمواطنين من شاحنة التدخل أنابيب الامتصاص وكذلك كل ما يتعلق بتقنيات امتصاص المياه وإعادة الحياة الطبيعية على مستوى شبكة الطرق أو المنازل أو البيوت ولا غير ذلك. فهناك برنامج نقدر نقول ثري في هذا الموضوع. البداية نتاعو كانت بالولوج إلى المنابر الإعلامية على المستوى المحلي. كل المديريات الولائية للحماية المدنية تساهم في منابر إعلامية في الإذاعات المحلية حتى تقدم نصائح وتوجيهات للمواطنين، لأنه خصوصية كل ولاية تختلف عن الولاية الأخرى. الجزائر العاصمة مناخها وهضابها وتضاريسها والمناخ نتاعها يختلف عن ولاية البليدة، يختلف عن ولاية عين دفلة، يختلف عن ولاية كل منطقة لها خصوصيتها. وبالتالي رجال الحماية المدنية في هذه المنطقة يقومون بالتدخل عبر المنابر الإعلامية لتوعية المواطنين. ثم بعد ذلك هناك قوافل جوارية تحسيسية تجوب مختلف القرى والمداشر والساحات العمومية وتنتقل إلى المجمعات السكنية والمناطق الصناعية لتوعية المواطنين بماهية الإجراءات الوقائية التي لابد أن تطبق في عين مكان، بالإضافة إلى الحرص على ما يسمى بنظافة أكرمك الله جوار المسكن. نعم. كاين أعمال نقوم بها في المسكن نتاعنا. نعم. وكاين أعمال نساهم بها في البلدية نتاعنا. هي سلوكيات بسيطة سيادة الملازم. نعم. من المواطن الجزائري قد تغنينا. نعم. عن هذه الفيضانات وهذه المشاكل. جهودكم واضحة كما رأينا في الصور مع الفريق الصحفي. نعم. ومشكور، يعني التواجد في المكان واضح. طيب سيادة الملازم، تحدثتم عن إشراك المجتمع المدني في هكذا حملات تحسيسية. نحن من خلال البرنامج استضفنا. نعم. استضفنا العديد من الجمعيات التي قامت منذ بداية شهر ماي كما ذكرتم. نعم. بتنظيف أعزكم. نعم. الله البالوعات وكذلك قنوات الصرف الصحي من أجل تفادي هذه الفيضانات. أكيد نعود دائما إلى الدور لرفع الوعي لدى المواطن في هكذا ظروف. طيب نتحدث الآن سيادة الملازم عن برنامج الوقاية من الأخطار المحتملة على المستوى الوطني لمصالح الحماية المدنية. نعم والله، احنا قبل الإجابة على هذا السؤال ما نتمنى حتى خطر مثل الجزائر، لأنه كان الأخطار العشرة المصنفة فيها ما يتعلق بالجانب الطبيعي اللي هي الزلازل والفيضانات وغيرها، وكان الأخطار المتعلقة بالفعل الفاعل اللي هو العنصر البشري سواء المناطق الصناعية أو الانفجارات ولا غير ذلك. فنحن نتمنى إن شاء الله الجزائر نتاعنا تبقى في أمن وأمان واستقرار لا يمسها كما قال ولا شائبة. هناك برنامج عمل تقوم به المديرية العامة للحماية المدنية ممثلة في مديرية التنظيم وتنسيق الإسعافات بمديريتها الفرعية، كذلك كل المديريات التي موجودة في المديرية العامة للحماية المدنية بقيادة سيد المدير العام والطاقم المسير للمديرية العامة من ضباط السامين والضباط. هناك خطط، هناك استراتيجيات، هناك خطوات مترتبة للتدخل السريع والفعال والناجع لحماية المواطن من كل المخاطر التي قد تؤدي بحياته إلى الهلاك. نعم. وحماية ممتلكاته وبيئته. فهناك خطط لا قدر الله موضوعة على طاولة في قاعة العمليات تتعلق بما هي التدخلات التي تتعلق بالزلازل، ما هي التدخلات التي تتعلق بالفيضانات، ما هي التدخلات التي تتعلق بالأخطار الصناعية وغيرها من الأخطار التي قد تهدد الكيان البشري. فهناك جملة من الخطط، جملة من الاستراتيجيات موضوعة على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية تحين من فترة لأخرى، تحين حسب كل ما هو جديد في الحياة اليومية تاعنا وفي جزائرنا من خلال عملية البناء والتشييد وفتح الطرقات وبناء الجسور والأنفاق وغير ذلك. فكلها معطيات يتم إدخالها في هذه الخطط وفي الاستراتيجيات وتحين من فترة لأخرى. وهناك ما يقابلها أو ما يعادلها ما يسمى بالمناورات الافتراضية التطبيقية الليلية والنهارية. هذه المناورات هي عبارة عن سيناريو محاكاة، في كل مرة نأخذ سيناريو ونحاول نفترض أنه لا قدر الله وقع زلزال، ما هي الإجراءات التي تقوم بها المصالح نتاعنا في طريقة التدخل من خلال الأعوان، تسخير الأعوان ونظام العمل والنجادات لغير ذلك. بعض المرات نأخذ سيناريو يتعلق بالفيضانات، بعض المرات نأخذ سيناريو على حرائق الغابات، وفي كل مرة نوظف هذه الخطط وهذه الاستراتيجيات وندخل عليها تعديلات ونسجل أين هي النقاط الإيجابية حتى نثمنها ونسجل النقاط السلبية حتى نتفاداها أو نصححها. نعم. هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك ما يسمى بقياس مدى جاهزية الأعوان في التدخل. إذن الهدف الأسمى من هذه المناورات هو راح نشوف قياس المدى الجاهزية الأعوان تاعنا في سرعة الاستجابة والتدخل السريع والناجع والفعال، التدخل من دون أخطاء، استعمال وسائل الحماية الفردية، استغلال واستعمال وسائل التدخل من أجل حماية المواطنين وإبعاد الخطر عنهم بصفة عامة. قلت سواء ما تعلق بالأخطار
الطبيعية أو بالأخطار الأخرى. فهناك عمل نقدر نقول 24 ساعة على 24 ساعة على مستوى كل ولاية الوطن، وتختلف التدخلات من ولاية إلى أخرى باعتبار قلت كل ولاية خصوصياتها، كل ولاية واش فيها مناطق صناعية، كل ولاية الأخطار اللي موجودة فيها، وهذا بناء على خريطة الأخطار التي تملكها أولا المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى القطر الوطني، ثم تنبثق عنها خريطة أخطار فردية أو ما يسمى بانديفيديوال، خريطة أخطار لكل ولاية على حدة، ما هو موجود في تمن راس ماهوش موجود في تلمسان، ما هو موجود في تلمسان ماهوش موجود في البويرة، فكل ولاية لها مجموعة أخطار وتحصى هذه النقاط وفق التعليمات التي تصدر من المديرية العامة للحماية المدنية من أجل تحيينها في كل مرة ومن أجل الاستعداد الأمثل والأحسن للتدخل. أنا باش نختم في هذا الموضوع في هذا المحور نقول أنه مصالحنا نقدر نقول الحمد لله رب العالمين، الجهود الدولة الجزائرية ما سخرته من إمكانيات مادية وبشرية في قطاع الحماية المدنية يخلينا نتفائلوا بالخير سواء من حيث التعداد المادي أو من التعداد البشري، وهناك برامج أخرى لتطوير القطاع إلى ما هو أحسن من حيث العدة من حيث هو التعداد. ومؤخرا احنا شفنا المديرية العامة للحماية المدنية أطلقت مسابقة لتوظيف 3000 عون في بعنوان سنة 2023، منهم 2970 الذكور و30 من الإناث. 10 أيام بعد المسابقة تاع الأعوان شفنا مسابقة أخرى لتوظيف 120 ضابط، 60 برتبة ملازم و60 برتبة ملازم أول. لما نروح نشوف الشروط نلقى تخصصات تدل على احترافية القطاع. نعم. تخصصات المطلوبة تدل على هناك وجود فرق متخصصة داخل قطاع الحماية المدنية. نعم. التي في الأخير نهدف من خلالها إلى ترقية القطاع وتقديم من خلاله خدمات أحسن وأرقى وخدمات لي تقدر تحافظ على المواطن الكريم وتحافظ على بيئته وممتلكاته وبالتالي الحفاظ على نعم. صحة المواطن أكيد. وسلامته. أكيد سيادة الملازم نتحدث هنا عن موضوع إعادة تهيئة وكذا تحيين استراتيجية الوطنية لحماية المدن، ربما ما هي الاستراتيجية في هذا المجال؟ والله احنا إذا تكلمنا على هذا الموضوع في الحقيقة هناك لجان رفيعة المستوى فيها من المديرية العامة للحماية المدنية من ضباط سامين هم أعضاء في هذه اللجان، لأنه هذه اللجان ما تشرفش عليها الحماية المدنية، هناك سلطات عليا في البلاد تشرف على هذا اللجان من خلال البرامج التي أقرتها السلطات العليا في البلاد على رأس السيد رئيس الجمهورية. احنا كجهاز وقائي عندنا ضباط سامين يساهمون ويشاركون في هذه اللجان الوطنية من خلال وضع كل ما يجب أن يكون في الواقع وفق السلم أو المعايير السلامة والأمن فيما يتعلق بالبنايات ذات العلو والمرتفع، فيما يتعلق بالبنايات ذات أو البنايات العمرانية القديمة التي يتم إعادة صيانتها، أو ما يتعلق ببناية المساجد، بناء المساجد أو الأنفاق أو الجسور. فهناك سلم وهناك معايير المديرية العامة للحماية المدنية واضعة في هذا الموضوع من الضباط السامين ذوي الخبرة والكفاءة الذين يحضرون في هذه الاجتماعات ويقدمون كل الملاحظات التي من شأنها تحافظ على النفس البشرية من الهلاك وتحافظ كذلك على سلامة البناية وتوفير لها كل شروط السلامة والأمن، وهذا هو الشيء المهم في تواجدنا في هذه اللجان باعتبارنا أننا نمثل الجانب الوقائي فيما يتعلق بالموضوع اللي طرحته اللي هو إعادة صيانة المدن وبناية المدن الجديدة وغير ذلك في إطار سياسة التنمية المستدامة التي تباشرها الدولة نتاعنا. جميل سيدة الملازم، أكيد أنه التوعية والتحسيس إضافة إلى التدخل السريع هو من سقف أولويات الحماية نعم. المدنية خصوصا ونحن في هذا الموسم من خلال توعية المواطنين بخطر السيول و كذا الأمطار الموسمية، كذلك آليات وأنظمة الوقاية من المخاطر كذلك وكيفية تسييرها. شكرا لكم سيادة الملازم على كل هذه شكرا. الجهود المبذولة الواضحة، وشكرا على تلبية الدعوة الملازم كريم بن فحصي مكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة لحماية المدنية، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا لك ومن خلالك إلى الفريق العمل معنا في هذه الصبيحة وإلى كل قطاع الإعلام والاتصال بالجزائر وخاصة التلفزيون العمومي. شكرا مشاهدينا الكرام، إلى غرفة الأخبار مع موجز التاسعة. التاسعة صباحا بتوقيت الجزائر مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري.
تربويا ومع استئناف العمل يوم أمس بالنسبة للموظفين الإداريين واقتراب دخول المدرسة للتلاميذ، تفقد أمس وزير التربية الوطنية هياكل تربوية جديدة تدخل الخدمة هذا الموسم بولاية تيارت، حيث أكد بالمناسبة ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير كل الظروف لإنجاح الدخول المدرسي، مشددا على أهمية تجسيد الإصلاحات المقررة خاصة ما تعلق بدروس التربية البدنية والرقمنة. هذا وحسب وزير التربية الوطنية فإن عملية تعيين أساتذة التربية البدنية والرياضية في الطور الابتدائي عبر الوطن ستنطلق اليوم في إطار ترسيم هذه المادة ولأول مرة بغية اكتشاف مهارات تلاميذ الرياضية مبكرا. دوليا دعت ممثلية جبهة البوليزاريو بألمانيا كافة الشركاء الشركات أقول المتورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية إلى احترام الشرعية الدولية التي تعتبر أن القيام بأنشطة في مجال التنقيب والاستغلال في الأراضي الصحراوية المحتلة دون استشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الدهب يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولية. وبالمناسبة قدم ممثل جبهة البوليزاريو بألمانيا تقريرا موجزا عن آخر التطورات الميدانية التي تعرفها القضية الصحراوية في ظل استئناف الكفاح المسلح بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، معرجا على الواقع المتردي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المدن المحتلة نتيجة سياسة القمع والبطش التي ينتهجها الاحتلال المغربي في حق الصحراويين العزل. في فلسطين المحتلة أصيب أول أمس عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وهذا خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببيت لحم بالضفة الغربية. كما واصلت قوات الاحتلال تجريف أراضي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ضمن إجراءاتها المتواصلة لتهجير المقدسيين، هذا وقد طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي حقيقي لوقف الاستيطان بكل أشكاله وتفكيك قواعده الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ووقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية. في ألمانيا أصيب 12 شخصا بينهم 6 في حالة خطيرة جراء هبوب عاصفة عاتية على منطقة شوابن بولاية بافاريا جنوبي البلاد، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هبوب عواصف أخرى أكثر عنفا جنوبي المدينة. عودة إلى أخبار الوطن، حيث انتهت أمس الأجل القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث أودع كل من المترشح مزيان إغيل ووليد صادي وعبد الكريم مدوار ملفاتهم. وللإشارة فإن أول من أودع ملف الترشح كان المترشح قدور ضيف ليصل عدد المترشحين إلى 4، هذا في انتظار دراسة الملفات من طرف اللجنة المكلفة من قبل أقول 9 من الشهر الداخل. ونختم النشرة من ولاية خنشلة التي تحتضن فعاليات المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الشوية، حيث تميزت السهرة الأولى باستعراضات فولكلورية تجاوب معها الجمهور. ونفترق على هذه الأجواء الغنائية الجميلة التي صنعتها فرقة الأمل بأدائها الراقي لعديد الأغاني الشوية. صبر يا ربي ما تنهي بلانية كبعيد أبعي مع أخويا أدوي بريدة وينا إلى بعد زي ديما عايدة أدرس حدي أساسا بريدة عينا ختام الموجز. شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.
متواصلون معكم دائما مشاهدينا عبر برنامج هذا الصباح في ثاني ساعة من عمري المباشر، والحديث الآن عن قطاع التعليم والتكوين والتعليمي المهنيين. إذن مشاهدينا الكرام، كما جاء في الفهرس سنتحدث عن رسم الدخول المهني الجديد لدورة أكتوبر لسنة 2023، تخصصات جديدة مشاهدينا تدعمت بها مدونة قطاع التكوين والتعليم المهنيين في جميع ولايات الوطن. اليوم العينة من ولاية بومرداس، وللحديث أكيد عن أهم التخصصات الجديدة وكذا التحفيزات للراغبين في الالتحاق بالمجال على مستوى الولاية، أسعد كثيرا باسمكم جميعا مشاهدينا باستضافة السيدة صليحة منزو تيزاوي، مديرة التكوين والتعليم المهنيين لولاية بومرداس. صباح الخير أستاذة، وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا لكم وصباح الخير لكل مشاهدينا. العفو. إذن سيدتي، انطلقت التسجيلات يوم 15 من جويليا من سنة 2023، وهي تتواصل إلى غاية 30 سبتمبر من نفس السنة. إذن كيف لمستم أنتم كمديرة التكوين بالولاية إقبال الشباب الجزائري على التسجيلات بولاية بومرداس؟ شكرا مرة ثانية للاستضافة. التسجيلات بدأت منذ 15 جويلية وستنتهي يوم 30 سبتمبر من هذه السنة إن شاء الله. نترقب لولاية بومرداس أكثر من 13,000 منصب بيداغوجي جديد لهذه الدورة. يعني نذكر أن الدخول الرسمي سيكون 8 أكتوبر من هذه السنة للجدد، أما المستأنفين يعني سيكون الدخول يوم 10 سبتمبر، يعني تقريبا الأسبوع القادم. ونتمنى يعني دخول موفق للجدد وكذلك دخول موفق للمستمرين. ولاية بومرداس ولاية فتية وولاية يعني تتميز بتخصصات مهمة. أولا نسيجها الاقتصادي الجديد، يعني من ونرى أن هناك يعني نشاط جديد في المناطق الصناعية وكذلك مناطق نشاطات صناعية لولاية بومرداس. ولاية معروفة بساحلها الذي يمتد على شريط 100 كيلومتر، وأيضا ولاية ساحلية بما أنها فيها أكثر من 80 مؤسسة فندقية تعمل يعني في هذا المجال، وأيضا في ولاية فلاحية كما يعرفها الجميع خاصة فيما يخص فلاحة وزراعة الكروم. أيضا ولاية فيها تقدم فيما يخص الإدارة والرقمنة والإعلام الآلي. هذه المميزات لولاية بومرداس تجعل من قطاع التكوين والتعليم المهنيين أن يأخذ يعني بعين اعتبار هذه يعني المميزات، ويعطي يعني جانب جديد فيما يخص عروض التكوين لتتماشى مع هذا يعني هذا التطور الاقتصادي والاجتماعي لولاية بومرداس. فيما يخص يعني التحفيزات التي يقوم بها قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعني لهذا الدخول، اولا التسجيلات سهله وبسيطه جدا. نعم. بما ان الشباب الراغبين في التكوين يسجلون على طريق منصه مهنتي، نعم، او يتقربون الى مكاتب التوجيه والاستقبال الموجوده عبر كل مؤسسات التكوينيه لولايه بومرداس، وهي 4 معاهد متخصصه في التكوين المهني، معهد للتعليم المهني، وايضا 19 مركز تكوين مهني وتمهين، من بينها مركز خاص بذوي الاحتياجات الخاصه لقرص المعروف يعني مركز جهوي، وايضا هناك مكتب خاص بالتسجيل في التخصص عن بعد يعني لوكنابدي، وايضا هناك مجموعه من المؤسسات الخاصه التي تعمل في هذا المجال يعني في مجال التكوين المهني. هذه المعطيات يعني تجعل من مديرية التكوين والتعليم من ولاية بومرداس أن تقوم بنشاطات إعلامية تحسيسية
سنأتي للتوجيه. إلى الحملات التحسيسية أستاذة، تحدثتم عن إمكانية الهائلة للولاية التي ستسمح أكيد بفتح تخصصات جديدة ومهمة في ذات الوقت. إذن نتحدث عن التكوين المهني سيدتي بالجزائر اليوم، ولاية بومرداس وجول ولاية الوطن أكيد يواكب ما يسمى بمتطلبات السوق أو سوق العمل وكذا السوق الاقتصادية وحتى السوق الصناعية. ماذا عن التخصصات الجديدة لهذا الموسم على مستوى ولاية بومرداس؟ ولاية بومرداس كما قلت عندها مميزات، زيادة على ذلك هناك عمل شراكة وعمل توأمة قمنا به يعني مع مؤسسات اقتصادية في ولاية بومرداس وأيضا مع الشركاء الاجتماعيين كالمجتمع المدني، الجمعيات التي تتفاعل كثيرا مع التكوين المهني، مؤسسات التكوين خاصة فيما يخص التكوين في المناطق الريفية والمناطق المعزولة. فيما يخص تواكب التطور الاقتصادي لولاية بومرداس، أولا هناك يعني ما يسمى بلجنة الشراكة الموجودة في كل ولاية، بما أن هناك مجلس وطني للشراكة هناك في الولايات مجلس ولائي. في ولاية بومرداس تم تكثيف العمل مع هذه اللجنة بإبرام اتفاقيات شراكة. أولا كان ذلك في مناسبة الدخول لفيفري الماضي، تمت إبرام اتفاقية مع مديرية الصناعة، مديرية الصناعة ومديرية الضمان الاجتماعي وأيضا مديرية الصحة وأيضا بعض المؤسسات الاقتصادية المعروفة يعني في ولاية بومرداس التي تعمل في مجال خاصة الصناعة الإلكترونيك والإلكتروتقني والتقاويات وأيضا التحويل الصناعات التحويلية الغذائية. فيما يخص الشراكة مع مديرية الصحة، قد تم برمجة لهذا الدخول تقني سامي في صيانة المعدات الطبية لنتماشى مع الطلب يعني الواضح بعد فتح المشاريع للمؤسسات الاستشفائية لولاية بومرداس، وهي مجموعة من المؤسسات الاستشفائية من بينها 240 سرير المتواجد بمستشفى المتواجد بمدينة بومرداس و120 سرير و60 سرير، يعني هذه المؤسسات كلها تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة فيما يخص صيانة المعدات الطبية. ثانيا تم برمجة تقني سامي في تحلية مياه البحر لنتواكب أيضا للطلب الذي يعني سيظهر بعد يعني شهور في إنجاز محطة تحلية مياه البحر لقرصو ومحطة تحلية مياه البحر لكاب جينات، يعني سيتم إبرام اتفاقية شراكة للتكوين عن طريق التمهين مع هذه المؤسسات وأيضا مع المؤسسات المجاورة لولاية بومرداس وهي برج الكيفان وأيضا الحامة المتواجدة في الجزائر العاصمة. يعني هذا ما يؤكد على أننا يجب أن نواكب يعني التغيرات الاقتصادية والطلب الملح، يعني نعم الطلب الملح من هذه من هذا يعني من هذه المؤسسات الاقتصادية. وأيضا هناك تخصصات أخرى يعني جديدة يعني تتماشى مع متطلبات يعني سوق الشغل، من بينها أيضا ما يخص الحدائق والمنتزهات وأيضا يعني ما يخص تحويل المواد الغذائية من بينها الحليب والأجبان وأيضا التخصصات الأخرى. يعني تم إدراجها في العروض بعد أن يعني كان هناك تشاور وتفاهم وأيضا شراكة مع المؤسسات الاقتصادية التي تطلب يعني هذا. نعم سيدتي، سنأتي إلى الشراكة والاتفاق والتعاون في هذا المجال. تحدثتم عن دور الشريك الاقتصادي بصفته يعني جهة مهمة في عملية التكوين. دعينا نتحدث عن جديد الدورة لهذه السنة، هو حملات تحسيسية نظمها قطاع التكوين والتعليم المهني بهدف استقطاب الشباب وإبراز أهمية هذا الاتفاقيات القطاعية لمراكز التكوين والتعليم المهني وحتى المؤسسات الاقتصادية. طيب أستاذة، كيف كانت الحملات التحسيسية على مستوى ولاية بومرداس؟ الحملات التحسيسية تبدأ
تقريبا في شهر ماي. نعم. تبدا مع المؤسسات التربويه. يعني هناك ما نسمي نحن في يعني في قطاع التكوين والتعليم المهنيين. نعم. ما نسمي بمكاتب المشتركه بين التكوين والتعليم المهنيين وايضا مؤسسات التربيه الوطنيه. يعني المستشارين التوجيه المتواجدين في مؤسسات التكوين يعني يتنقلوا للمؤسسات التربويه باش يعرفوا بقطاع التكوين والتعليم المهنيين والفرق بين المركز التكوين المهني، معهد متخصص، معهد تعليم مهني، وايضا الانماط واجهزه التكوين. يعني نبسطوا الامور للتلاميذ التربيه. هذا يبدا في شهر تقريبا في شهر ماي، يعني قبل امتحانات السداسي الثالث للتربيه الوطنيه. ثم بعد ذلك هناك برنامج اعلامي ثري يعني مسطر من طرف مديرية التكوين والتعليم المهنيين، وهو يعني مجموعة من يعني التنقلات ما نسميه بالقوافل الإعلامية والتحسيسية. نعم. وأيضا بإشراك مجموعة من الجمعيات وأيضا مجموعة من العملاء الاقتصاديين اللي خدموا يعني معنا في هذا المجال. وأيضا هناك أبواب مفتوحة على المؤسسات التكوينية، وأيضا تكثيف الحملة الإعلامية في شهر سبتمبر. نعم. التكثيف سيكون في هذا الشهر. نعم. لأنه في وقت الصيف هناك احتشام نقوله يعني للشباب، رغم هم يجون للمكاتب مكاتب التوجيه لكن ما يسجلوش، ياخذوا. نعم. يدوا المعلومات باش ابتداء من شهر سبتمبر ياكدوا التسجيل. التسجيل عن طريقة المنصة هو اسهل. نعم. لانه التسجيل عن طريق المنصة الشاب في البيت ينجم يسجل. نعم. حتى بالهاتف ينجم يسجل يعني في منصة مهنتي. سمعتي الى منصة مهنتي. نعم. سيدتي فيما بعد. طيب، سخرت الدولة الجزائرية أكيد العديد من إمكانيات ضخمة لإنجاح هذا كما سميتموها بالحملات. نعم. التحسيسية عبر كامل ولايات الوطن. أكيد أستاذة أن ولاية بومرداس استفادت من هكذا امتيازات. سيدتي سؤالي هو دور الشريك الاقتصادي في إنجاح هذه الحملة من خلال أهمية التخصصات الجديدة التي أدرجت على مستوى الولاية؟ نعم، مشاركة الشريك الاقتصادي في الحملة الإعلامية يكون عن طريق المشاركة في خاصة القوافل الإعلامية. نعم. لأنه احنا كي نروحوا للساحات العمومية نديروا معارض ولا نديروا. نعم. يعني نديروا إعلام وتحسيس للشباب. في كثير من الأحيان هناك معاملين اقتصاديين يكونوا. نعم. معنا، لكن العمل الأكثر يعني اللي نقولوا في الحملة التحسيسية والإعلامية هو ما نسميه ب لابروسبكسيون، يعني نروحوا حتى للمؤسسات الاقتصادية هذه ونشوفوا ما هي المناصب المتوفرة من طرف هذه المؤسسات الاقتصادية، يعطونا المعلومات على أساس أنه كيجينا الشاب باش يسجل في تخصص ما، الى ما لقاش نفسه هو التخصص يعني المؤسسه اللي تاخذه في التكوين عن طريق التمهين خاصه، احنا يكون عندنا مجموعه من المناصب المتوفره ونبحثوا يعني ونبحثوا للشاب هذاك باش يسجل في المؤسسه الاقتصاديه مباشره، يعني ما يضرش الشاب كثيرا. نعم. احنا نعطوا له المنصب الموجه. نعم. نعم، الموجه إلى المؤسسة الاقتصادية في التخصص الذي يريده. نعم. وحسب طبعا حسب المستوى الدراسي وحسب الميول الشاب. هذه هي الطريقة المثلى لمساهمة القطاع الاقتصادي في الحملة الإعلامية، لأنه الشاب يجي في كثير من الأحيان يجي بفكرة. نعم. لكن الفكرة يمكن أن تكون صائبة ويمكن أن تكون غير. نعم. صائبة وتحتاج إلى المرافقة ويحتاج إلى المرافقة وتعديل. نعم. وتوجيه. نعم. يعني هذا يندار مع مكاتب التوجيه والمستشارين. جميل. التوجيه المتخصصين يعني في هذا المجال، وايضا مشاركه الاساتذه تاع التكوين حسب التخصصات يعني المدرجه في. جميل. عروض التكوين. جميل. استاذه، تحدثتم عن الاتفاقيات والشراكات الهامه التي ابرمت مع قطاعات اخرى كما ذكرتم، قطاع الصناعه قول الفلاحه. اذا بدايه، ما هو موقع هذه الشركات في انجاح النهج الجديد لقطاع
التكوين والتعليم المهنيين وهو التوجه التكنولوجي الحديث. نعم، وزارة التكوين والتعليم المهنيين يعني في البرنامج المسطر لدخول اكتوبر هذه السنه ان شاء الله، فيها تطوير بعض التخصصات خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا والرقمنة، وأيضا التخصصات المتعلقة بالفلاحة والتخصصات المتعلقة بأيضا اللي عندها علاقة بالتنميات المحلية، ولكن خاصة ما تعلق بالأمن الغذائي والأمن المائي. هذه يعني التوجهات التي أعطيت للمديريات التكوين والتعليم المهنيين، ونحن نسقط هذه التوجيهات على مؤسسات التكوينية. لكن الكثير من هذه التوجيهات تدخل في إطار الشراكة مع القطاعات المعنية، أولا قطاع الصناعة وقطاع الفلاحة، قطاع السياحة، وأيضا لا يمكن أن ننسى القطاع يعني الجمعيات الفاعله، يعني المجتمع المدني بصفه عامه. نعم. يعني عنده تاثير كبير في على خاصه التخصصات التي عندها يعني مده التكوين قصيره المدى. هذه يعني هذه التكوينات تدخل في إطار التعاقد مع الجمعيات، مع ادوار الشباب للتقرب أكثر من يعني تقريب التكوين من هذه الفئات المتواجدة في المناطق المعزولة. نعم. أما فيما يخص التخصصات التي لها علاقة بالتكنولوجيا ويعني وتطوير اليد العاملة للمؤسسات الاقتصادية، هناك كما قلت إبرام اتفاقيات عديدة مع المؤسسات الاقتصادية، من بينها ما تم إبرامه في الدخول فبراير الماضي مع ملبنة بودواو لتكوين في ثلاث تخصصات مهمة. أولا عن طريق التمهين طبعا، أولا في إنتاج الحليب يعني مع المعهد الوطني المتخصص ليسر، وأيضا جيستيون دو ستوك يعني كل ما تعلق بالمخزون هنا كذلك مع بن حمودة، معهد بن حمودة، وأيضا عندنا تكوين في الآلية والضبط يعني الأوتوماتيزم، هذه أيضا مع مركز معهد بن حمودة المتخصص في يعني الطاقويات الإلكتروتقني. نعم. إذن هي تخصصات تتماشى، وتحديات الأمن الغذائي في الجزائر وكل ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر. جميل أستاذة. إذن مع حديثنا دائما مع التجديد الطاقوي في الجزائر وتحقيق الأمن الغذائي، مع التوجه الجديد للجزائر نجد أن اهتمام القطاع بجانب الصناعي والتكنولوجي بات في سقف الأولويات. أكيد الاهتمام نشاهد أنه بالرقمنة أستاذة وبالطاقات المتجددة، أقول ويعني عموما بالتحول أو الرقمي، ما هي أهم التخصصات التي فتحت في مجال التجديد الطاقوي؟ نعم، هناك ما تعلق بمعهد التعليم المهني المتخصص في مجال الفوتوفولتايك، يعني هذا التخصص عنده علاقة مهمة بالنسبة للأمن الطاقوي. وهناك أيضا ما تعلق بالرقمنة، كل التخصصات، عدة تخصصات يعني يمكن هي العشرات المتعلقة بالإعلام الآلي والرقمنة، من بينها نذكر على سبيل المثال التخصص إعلام آلي خيار قاعدات، أيضا إعلام آلي خيار ريزو، يعني كل ما تعلق بالإنستالاسيون تاع لي ريزو تيليفونيك ولي ريزو تاع لانفورماتيك. وعندنا أيضا كل التخصصات حسب المستويات، يعني من مستوى رابعة متوسط إلى ثانية ثانوي، وأيضا تخصصات الإعلام والرقمنة للسنة الثالثة ثانوي للحصول على شهادة تقنية
سامي. هناك أيضا يعني يجب أن نذكر أنه في ولاية بومرداس الإعلام الآلي أصبح تقريبا تراديسيون يعني تقاليد في التكوين، لأنه الشباب يرغب في هذه التخصصات والقطاع الاقتصادي والاجتماعي يعني بصفة خاصة أيضا يعني يطلب هذه التخصصات. وولاية بومرداس عندها الإمكانيات يعني المادية والبشرية للتكوين، من بينها تجهيزات تقنية حديثة، تجهيزات تقنية بيداغوجية حديثة، وتقريبا كل التخصصات يديروا يعني إعلام آلي. وأيضا عندنا معهد المتخصص تاع بودوا، واللي عنده اللي يخدم في مجال الصناعة الاندستري غرافيك يعني الصناعه، ويستعملوا الاعلام الالي في ما يخص يعني برمجه الالات، وايضا يعني لا كونسيبسيون تاع لي سبوت بوبليسيتير اللي يخدموهم يعني. هذا هو تصميم الجرافيك الى غيرها. هذا يدخل ايضا في مجال يعني المطلوب من الشباب في ولايه بومرداس. هناك ما تعلق ايضا ب كما قلت بالأمن المائي والغذائي. هناك تحلية مياه البحر كانت أول تجربة لولاية بومرداس في السنة الماضية في تكوين أكثر من 70 عامل في مجال تحلية مياه البحر، لكن كان تكوين قصير المدى يعني شهادة تأهيل. لكن هذه المرة سنكون إن شاء الله مجموعة من 15 شاب في مجال في يعني للحصول على شهادة تقني سامي في تحلية مياه البحر. ولا ننسى أيضا أن هناك تخصصات لها علاقة بالفلاحة في معهد يسر، وهي الخضروات، وكذلك التخصصات عن طريق التمهين. في ولاية بومرداس الفلاحة نعمل فيها خاصة على طريق عن طريق التمهين، من بينها يعني الخضروات تحت السير يعني المعروفين في الولاية، وأيضا الكروم كما قلت، وأيضا زيت الزيتون يعني عندنا تخصصات فيما يخص المعصرة الخاصة بزيت الزيتون، وتحويل أيضا هذه الزيوت إلى يعني كما نقولوا حنايا تستعمل في مائدة يعني العائلات الجزائرية. جميل أستاذة، كل هذه التخصصات التي تتماشى والاستراتيجية الجديدة والتوجه الجديد للدولة الجزائرية. فقط نذكر فقط التلاميذ والمترشحين الجدد أن التسجيلات تبدأ من أو بدأت يوم 15 من جويليا من سنة 2023 وستتواصل إلى غاية 20 من سبتمبر من نفس السنة. امتحان الدخول سيكون أيام الفاتح والثاني والثالث من أكتوبر من نفس السنة. الإعلان عن النتائج سيكون يوم 5 من أكتوبر من نفس السنة. الدخول المهني سيكون يوم 8 من أكتوبر من سنة 2023 دائما. ويبقى التكوين المهني أستاذة فرصة سانحة أمام الشباب من أجل الولوج إلى عالم الشغل. السيدة صالحة منزو تيزاوي مديرة التكوين والتعليم المهنيين لولاية بومرداس، شكرا على هذه التفاصيل وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا لكم، ونتمنى يعني دخول موفق لشبابنا، ومرحبا بهم يعني لمكاتب التوجيه للتسجيل، وايضا يعني اخذ المعلومات الخاصه، وسيكون التوجيه حسب رغباتهم وحسب مستواهم التعليمي ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا بعد فاصل قصير.
نتواصل دائما وإياكم مشاهدينا عبر برنامجي هذا الصباح وعبر هذه الفقرات الخدماتية الإخبارية. إذن مشاهدينا نصل إلى مجال آخر. إذن جل القطاعات بالجزائر استفادت من الرقمنة، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدوره استفاد من هذا التوجه الجديد. اليوم إذن سنستعرض تجربة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، مخطط توجيهي رقمي لتطوير استعمال الرقمنة بهذه المدرسة التي تقدم تكوين مهم جدا في مجال علوم البحر. مشاهدينا للحديث عن هذا الموضوع أسعد باسمكم جميعا باستضافة السيدة ليندا بوتكرابت مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. صباح الخير أستاذة. صباح الخير سيدتي، واشكركم على الاستضافة. العفو سيدتي. في البداية حتى نقرب المشاهد من المدرسة، ما هي المدرسة؟ ما هي أهم التخصصات التي تقدمها؟ شكرا لك سيدتي. صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل هي متواجدة بالجزائر العاصمة بمنطقة دال إبراهيم، وهي مؤسسة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نعم. فهذه المدرسة ككل المؤسسات التعليمية والبحثية لها أهداف. نعم. وأهداف هذه المدرسة تتمحور حول أي أنها تسعى إلى تطوير علوم البحار والتطبيقات المنصبة في الجزائر من الناحية الأساسية أو من الناحية التطبيقية. وكيف يكون هذا؟ يكون هذا بالتعليم العالي لإدارات باحثين من أجل التسيير الجيد للموارد البحرية والتثمين المناطق الساحلية بالتكوين المتواصل، وهذا يقدر يكون لصالح المؤسسات أو القطاعات المستعملة، والمشاركة في تطوير اقتصاد البلاد بإنتاج المعلومة وإنتاج المعطيات البحرية باش تمكننا، يعني باش نكونوا متمكنين ونقدروا نثمنوا الموارد البحرية بطريقة جيدة، ويكون عندنا تسيير للساحل، تسيير عقلاني، وكذلك بنشر المعلومة العلمية والتقنية الصحيحة. أكيد حتى هذه يستفيد. هي حتى يستفيد منها المستفيد، هو البلد، البلاد والقطاع الصناعية. الاقتصادي. نعم. القطاع الاقتصادي، يعني ما يقدرش يكون هناك مؤسسة تعليمية تكوينية بحثية بلا ما يكون هناك الأهداف. واضح. لازم تكون عندها موجودة في القطاع الاقتصادي، وليكون انعاش يعني اقتصاد الوطني. جميل جميل. طيب دكتورة، مدرسة عليا لهكذا تخصص بالجزائر، هذا البلد اللي يحتوي على إمكانيات كبيرة كما تحدثتم طول الشريط الساحلي على مستوى الجزائر، أكيد أنه هنالك أهداف اقتصادية، أهداف تنموية، وأهداف تعليمية بيداغوجية كذلك. حبذا دكتورة لو تحدثون عن أهم هذه الأهداف. الأهداف اللي كلمتكم عليها يعني الآن بطريقة يعني مجمعة، هذه الأهداف هذه اللي هي تكوينية بحثية. احنا في المدرسة نحوسوا يعني نجمعوا دائما بين التكوين الأكاديمي، التكوين والبحث والابتكار. نعم. وهذه لازم لها إمكانيات سيدتي. نعم. إمكانيات وإنجازات. نعم. كانت للمدرسة إمكانيات، كل إمكانيات وفرتها لنا وزارة التعليم العالي، الوزارة الوصية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولكن كمؤسسة قمنا بإنجازات، قمنا بإنجازات باش نقدروا نطبقوا المخطط التوجيهي للرقمنة، أي ورقة طريق وزارة. نعم. التعليم العالي والبحث العلمي وقرار 1275. نعم. فبدينا حنايا بدينا بالرقمنة. نعم. وبالنسبة لنا كان هو يعني أكبر رهان. نعم. لأنها حنا نقول بالرقمنة بمثابة أرض صلبة لتحقيق الأهداف اللي تكلمنا عليها. أكيد. أهداف المدرسة. نعم. فالرقمنة شملت الشق
البيداغوجي، البحث والحوكمة. في الشق البيداغوجي سيدتي قمنا برقمنة أول مكتبة جامعية بالجزائر، كانت عندنا أول مكتبة رقمية بالجزائر، رقمنا أكثر من 3000 مرجع وأكثر من 1200 خريطة بحرية. ثانيا قمنا بتعزيز التعليم والتكوين عن بعد لتلبية توصيات وزارة الوصية، كما قامت المدرسة، وهذا كانت يعني إنجاز فريد من نوعه، بإعداد أعمال تطبيقية بالواقع الافتراضي. جميل. هذا باش، وهذا زيادة للخرجات الميدانية اللي نقوم بها في إطار التكوين الطلبة. قمنا بإعداد أعمال تطبيقية بالواقع الافتراضي، هذا في الشق البيداغوجي. كما قمنا باقتناء صبورات ذكية وضعناها في الأقسام ديال المدرسة. في الشق البحثي بفضل تمويل من المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي اللي تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمكن فريق بحث موجود في المدرسة بإنجاز أول قاعدة بيانية رقمية في التنوع البيولوجي، وهذه القاعدة لها أهمية كبرى في إنعاش اقتصادنا وبالأخص الاقتصاد الأزرق، حتى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضع هذه القاعدة بين يدي وزير الصناعة ووزيرة البيئة، حتى يستطيعوا يعني تثمين كل النتائج اللي جات في هذه القاعدة. وفي ناحية الحوكمة فنحن الآن نعتمد في تسيير المدرسة على التسيير الإلكتروني للوثائق، أي استحدثنا نظام لجد. نعم يعني جميل. كل الوثائق اللي نحتاجها في إطار التسيير هي مرقمنة. هذا كله سيدتي جاء استجابة لمخطط التوجيهي للرقمنة اللي وضعته الوزارة الوصية. نعم سيدة بوتكرابت ليندا، تفضلي بالبقاء معنا، سنواصل الحديث عن رقمنة المجال في المدرسة. مشاهدينا إلى فصل قصير وسنعود. التلفزيون الجزائري عبر منصات الإعلام الجديد. موقع إلكتروني باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، يتابع الأخبار والأحداث الوطنية والدولية، محتويات تفاعلية نحاكي فيها عناصر الخبر في حلة رقمية. فضاءات للتواصل والتفاعل والمشاركة ولمتابعة برامجكم المفضلة. تفاعلوا مع مختلف منصات التواصل الاجتماعي للتلفزيون الجزائري. الآنية والمصداقية. مشاهدينا دائما وإياكم، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي تحضر معي دائما السيدة بوتكرابت ليندا مديرة المدرسة العليا الوطنية العليا أقول لعلوم البحر وتهيئة الساحل من أجل الحديث عن الرقمنة في هذه المدرسة. دكتورة شكرا وصباح الخير مجددا. شكرا لك. إذا نصل إلى موضوع مهم جدا دكتورة، تحدثتم عن أو التوجه الجديد لمجال التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر. نتحدث عن هذه التخصصات التي تواكب الابتكار، تواكب الرقمنة إلى غيرها. ما هي أهم التخصصات المدرجة للسنة الجامعية الجديدة؟ تكلمنا سيدتي ما قبل على الرقمنة. الرقمنة جات يعني باش تكون كما قلت لك كأرضية صلبة، باش نقدروا نحطوا هذا النقلة النوعية اللي حبينا نديروها في المدرسة. الإنجاز الثاني كان إعادة النظر في كل
المسارات التكوينية الموجودة في المدرسة. أعدنا النظر في كل هذه المسارات واستحدثنا المحتوى، محتوى المسارات التكوينية على أساس الكفاءة. نعم. وكما أدخلنا الذكاء الاصطناعي نعم. في كل المحتويات، لأننا حبينا نكون نتكيف مع متطلبات المحيط الاقتصادي، وبهذا حبينا يعني باش منتوج المدرسة أي نعم. مهندس الدولة لنكونوه ليخرج من المدرسة يكون عنده فرص أكبر في سوق الشغل، كيفاش يكون عنده فرص أكبر كيكون متعدد الكفاءات. وبهذا يعني التخصصات كامل اللي درناها خذينا فيها في عين الاعتبار التهيئة للتسيير، لازم تكون عنده المهندس تهيئة للتسيير والإدارة، وعطينا لكل تخصصات تاعنا معاناة البيئة. هذا جانب مهم جدا. فعندنا بيوتكنولوجيا البحرية اللي عندها علاقة مع الصيدلة والأمن الغذائي. عندنا إدارة تربية الأحياء المائية وهذا التخصص مطلوب جدا عندنا، وحتى هو موجود يعني في مخطط الحكومة. التسيير البيئي للصيد البحري، يعني الصيد البحري كان عندنا هذا التخصص ولكن ما كانش عنده هذا النبذة، هذا التأقلم مع أخذ بعين الاعتبار البيئة. وعندنا هندسة البيئة وحماية النظم البحرية، كما عندنا تخصص يعني له ميولة كبيرة للذكاء الاصطناعي وهو الهندسة الساحلية وتهيئة الساحل. فبهذا المدرسة في إطار التدرج عندها 5 تخصصات، وكذلك عندنا كل ما هو تكوين فيما بعد التدرج أي شهادة دكتوراه. والمهندس ليخرج من المدرسة يخرج عنده شهادة مهندس دولة وكذلك شهادة ماستر باش يكون عنده انفتاح على كل يعني مناصب الشغل اللي يحب يديرها. نعم دكتورة، بالحديث عن مناصب الشغل أكيد هنالك مشاريع ابتكارية في مجال ما يسمى بتربية المائيات. اعتمدت المدرسة الوطنية العليا على مجموع احتضان أو مرافقة مجموع المشاريع، ما هي أهم هذه المشاريع؟ كنا جزنا يعني عندها 3 أشهر تقريبا كان عندنا مشروع ابتكاري في المدرسة في ميدان تربية المائيات، حتى أن جماعة من الطلبة بمرافقة الأساتذة المدرسة توصلوا إلى يعني باش وصلوا داروا صغار الحبار، وهذه كانت أولوية في الجزائر لأن الحبار نستوردوه من الخارج. وقدرنا نديروا حنايا في المزرعة التجريبية اللي موجودة في المدرسة قدروا وصلنا لهذا الابتكار وقدمناه إلى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. جميل جميل. نأتي إلى مجال آخر، أكيد توجه الوزارة الجديد كذلك لدعم هذا الشاب، بالإضافة إلى ترسيخ روح المقاولة وابتكار كذلك تطوير اللغات وإدراج اللغة الإنجليزية على مستوى المدرسة. سيدتي قبل ما نروح، سيدتي اسمحي لي قبل ما نروح على اللغة الإنجليزية نقعد يعني شوية في الابتكار يعني. نعم. لأن الوزارة الوصية أعطت أهمية كبرى أكيد. لمجال الإبداع والابتكار. نعم. فكان هناك سيدتي باش ما نجوزوش عليه يعني قرار 1275 وهذا مكلنا كذلك في الإنجازات المدرسة. قدرنا نديروا تحسيس الطلبة بقرار 1275 وهذا من واش جبنا فيه يعني ثمرة اللي جينا بها مع التالي في إطار مناقشات شهادات تخرج طلبتنا 60% كانوا متوجهين بأفكار ابتكارية. جميل. كما أنشأنا حاضنة
حاضنة زرقاء. أعمال. نعم. حاضنة زرقاء في هذا الصدد، وأنشأنا مكاتب قصد احتضان المؤسسات الناشئة اللي حتكون يعني نابعة من المدرسة يعني لازم، وهذا كان ثانيك طلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش تكون هناك مرافقة أكيد. لحاملي هذه الأفكار الابتكارية. وتحصلوا، حبيت يعني في هذه ثانيك نشكر بعض الطلبة تاع المدرسة، كان عندنا بعض الطلبة اللي تحصلوا على وسام لابل وبراءات اختراع في هذا الميدان. في هذا نعم. في هذا الميدان كما كان هناك، اسمحي لي سيدتي باش نتكلم عليه، الابتكار. نعم. ابتكار في المدرسة في العطلة الصيفية هذه، ابتكار في نمط التعليم. هذا ما كانت يعني تكلمتم عليه مع الضيفة اللي سبقتني. نعم. الابتكار في نمط التعليم، فقامت المدرسة بمبادرة من فريق بحث متواجد في المدرسة على رأسه البروفيسور غريماس. نعم. قامت بتنظيم مخيم علمي في الجزائر. نعم. وهذا أول مخيم علمي في بهذا النوع، جاء حول التنوع البيولوجي، درناه في منزل الغطاس بتنس. جميل. بتنس وكان بتمويل الشركاء الاقتصاديين. وهذا يعني المخيم العلمي اللي كان ابتكار من المدرسة، اسمح سيدتي لطلبتنا المشاركين، اسمح لهم باستكمال كل المعارف النظرية اللي تحصلوا عليها في العام الدراسي، كان استكمال بمهارات تشغيلية جديدة. مش كانوا يديروا في مدة لمدة أسبوع، كل يوم كان عندهم خرجات ميدانية، كان عندهم حصص غطس، وفي المساء كانوا يتلقوا مع الأساتذة تاعهم، ويكون هناك محاضرات وتمارينات. وش اكتسبنا كذلك؟ علمنا الطلبة تاعنا يتعايشوا مع بعض. أكيد. كانوا في نفس المخيم، نفس المخيم، وتعلموا يتعايشوا مع بعض ويتقاسموا الأشياء، وهذا كان يعني بالنسبة لنا مكسب مكسب كبير، وكان مكملا إلى 75 خرجة الميدانية اللي حصلتها اللي دارتها المدرسة لفائدة الطلبة تاعنا طول العام يعني الدراسي. جميل. هذا يعني في ميدان الابتكار. جميل. أكيد الجزائر تهتم اليوم في هذا التوجه الجديد نحو تشجيع الاستثمار وتشجيع الابتكار لدى الشباب، خصوصا من خلال القرار الوزاري 1275. دكتورة، نجد كذلك أن هنالك تحدثتم عن مشاريع ابتكارية في مجال تربية المائيات ومجالات أخرى، هل ممكن أنك تعرضي بعض الأمثلة في مجال تربية المائيات دكتورة؟ في مجال تربية المائيات كان عندنا المشروع المبتكر اللي حكيت لكم عليه. نعم. وكان عندنا كذلك مشاريع كبيرة أخرى عديدة، وين درنا فيها تسيير مزرعة تربية المائيات بالذكاء الاصطناعي. نعم. جميل. إذن نعم اسمحي لي، وكل هذه المشاريع اللي شفناها تانيك في ميدان الابتكار للطلبة ما نستناش يعني في المدرسة، ما نستناش الدور تاعنا اللي لازم نلعبوه في مواكبة مرافقة الشريك الاقتصادي. مهم الشريك الاقتصادي. ففي لهذا في نفس السياق سيدتي. نعم. قامت المدرسة يعني بخلق شركة فرعية. نعم. سكون أبل اون فيليال. وهذا الشركة الفرعية هذه تانيك حتمكننا باش نرافق الشريك الاقتصادي، وخاصة محطات تحلية المياه. نعم. الموجودة يعني في الجزائر اللي احنا رانا الآن نرافقوها بالتكوين، عن طريق التكوين المتواصل وعن طريق التحاليل. وهذا عنده صدى هام، لأن الدولة تاعنا حابة توصل إلى التأمين الأمن المائي، وهذا جانب يعني عنده أهمية كبيرة يعني. ما نسيتش سيدتي أن سألتموني على اللغة الإنجليزية. نعم. اللغة الإنجليزية،
اللغة الإنجليزية شوفي سيدتي كل ما تكلمت عليه تكلمنا عليه درك الإنجازات اللي حققتها المدرسة حبيت نقول أن حققناها بطريقة مقاربة بتسيير قائم على طريقة مقاربة تشاركية ومشاركة الحلقة المهمة في المدرسة وشن هي الحلقة المهمة هذه هي الأساتذة أكيد الأساتذة هذو كذلك رافقناهم تكوين الأساتذة وكوناهم بالنمط الحضوري طوال العام الدراسي باش يحضروا روحهم باش في شهر سبتمبر سنبدأ إن شاء الله التدريس باللغة الإنجليزية تدرجيا نعم جميل وحنا حطينا روحنا يعني ان اوبجيكتيف يعني نديروا 25% من المحتوى نبداو ب 25% في السداسي الاول ونطلعوا 50% تدرجيا حتى نمكن يعني الطلبه والاساتذه التاقلم بهذا الوضع الجديد نعم. اللي هو كان راح يكون عنده منفعه كبيره في الجهه في سواء من ناحيه التعليم البيداغوجي او انفتاح على البحث العلمي اكيد مهم جدا انه الاستاذ دكتوره او الطالب على حد سواء يتلقن اللغات جميع اللغات ليس فقط اللغه الانجليزيه توجه جديد مهم جدا طيب بالحديث عن الاساتذه ننصل الى نقطه توظيف حاملي شهاده الماجستير والدكتوره بالمدرسه ماذا عن التوظيف دكتوره في إطار عملية التوظيف وهذه العملية كانت تاريخية يعني في بلادنا أي وزارة التعليم البحث التعليم العالي والبحث العلمي قامت بتوظيف تقريبا 10,000 أستاذ فمدرستنا استفادت بهذه العملية واستطعنا أن يعني أن تكون عندنا 7 قدرات شابة 7 أساتذة جدد فسنرافق هذه الأساتذة ونكونهم في اللغة الإنجليزية كذلك وهذا مطلوب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكما سنرافقهم في التكوين في التقنيات البيداغوجية ونحن يعني فرحانين يعني بهذا القدرات الشابة اللي قدرنا يلتحقوا بالمدرسة لأننا بهم حنقدروا نروحوا لتحديات أخرى بانضمامهم إلى فرق البحث الموجودة في المدرسة وفي هذا الإطار اسمحي لي سيدتي باش ندير يعني بلاغ حيكون في شهر سبتمبر إن شاء الله بطلب من رئيس الجمهورية وبإلحاح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام فريق يعني موجود في المدرسة فريق بحث بإعداد مسار تكويني في إطار معالجة المياه وإعادة استعمالها وهذا المسار سيكون موجود في المدرسة ولكن حيكون عنده دعم حيكون عن طريق شبكة موضوعاتية وهذه الشبكة متكونة من جامعة باب زوار جامعة بومرداس جامعة البوليدة واحد المدرسة الوطنية العليا للري ووحدة البحث لبوسماعيل وكل هذه المؤسسات مع وزارة مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم بحر وتهيئة الساحل حتكون شبكة موضوعاتية باش نتمكنوا من تكوين ونخرجوا في الميدان يعني مهندسين في إطار معالجة المياه وإعادة استعمالها وكما قلت لك هذا حثنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي باش نديروا هذه الشبكة الموضوعاتية استجابة يعني لطلب رئيس الجمهورية باش نروحوا لمعالجة المياه وتحلية مياه البحر نعم هذا يكون إن شاء الله في شهر سبتمبر يكون مفتوح لكل الطلبة المتحصلين على سنتين في الأقسام التحضيرية في المدارس العليا والطلبة اللي داروا سنتين في الجامعات وتكون عندهم معدل 12 على 20 على الأقل
نعم، هذا يتماشى وخطة الدولة نحو ما يسمى بالتحول الرقمي واستخدام الطاقات المتجددة. جميل دكتورة، نصل إلى موضوع آخر دائما في الرقمنة. أكيد أنه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر حظي بنصيبه بناء الرقمنة. لو نتحدث عن الأنماط الجديدة للتعليم، مثلا الإي ليرنينج، التعليم عن بعد، أو تلك الوسائط العديدة التي نستخدمها اليوم في التعليم العالي، مثلا السبورة الجديدة، ما يسمى بالسبورة الذكية، إضافة إلى وسائط أخرى مستخدمة على مستوى المدرسة. دكتورة شكرا لك سيدتي، يعني فكرتيني في شيء آخر اللي درناه أنجزناه في المدرسة يعني وما تكلمش عليه. قمنا بتجهيز قاعة في المدرسة وشرينا العلب الإلكترونية. نعم، هذه العلب الإلكترونية مع السبورات الذكية تمكن أساتذة المدرسة باش يوجدوا يعني الدروس عن بعد للطلبة، ويقدروا يتواصلوا معهم عن طريق هذه العلب الإلكترونية، لأن الوزارة الوصية حثتنا باش في هذا الدخول الجامعي يكون قسط التعليم عن بعد كبير. نعم، وهنايا عطينا له حنايا كل الأولوية وحطينا كل التجهيزات يعني باش نكونوا واجدين لهذا الدخول الاجتماعي، إلى جانب سيدتي العلوم الأعمال التطبيقية عن طريق الواقع الافتراضي. احنا درنا ديجا يعني تجربة، قمنا بأعمال تطبيقية بالواقع الافتراضي، درناها في تخصص التنوع البيولوجي، ولكن نحن نرمي في هذا الدخول الجامعي إلى يعني باش نكملوا التخصصات الأخرى المتواجدة في المدرسة بالواقع الافتراضي، وهذا أقول أنه تكميليا لكل الخرجات الميدانية المتواجدة في المدرسة. أن الواقع الافتراضي سيدتي كي ندخلوه يعني في النمط البيداغوجي والتكويني هو هام جدا. أكيد. يعطينا آفاق كبيرة في إطار يعني التعامل مع الذكاء الاصطناعي. أكيد، خصوصا وأنه هي سنة دكتورة للذكاء الاصطناعي بامتياز في الجزائر، والتوجه في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي نحو سواء التعليم الإلكتروني الإي ليرنينج أو التعليم عن بعد الديستانس ليرنينج، أكيد هو مهم جدا. نأتي إلى أستاذة في الأخير، آفاق وتطلعات المدرسة. شكرا لك. الآفاق تاعنا مازالت كبيرة يعني، وحنا عندنا طموحات كبيرة يعني، حبينا المدرسة نعطولها مكانة وطنية ومكانة دولية. نعم. فرحنا احنا رانا متوجهين في العام هذا حول الانفتاح. نعم. فيما يقوم به تقوم به المؤسسات المتماثلة في التخصصات كما توعنا دوليا، فقمنا سيدتي بإبرام اتفاقيات مع ثلاث جامعات كبرى تركية وجامعة دولية فرنسية، وفي إطار هذه يعني هذه الاتفاقيات التوأمة اللي قمنا بإبرامها، الآفاق تاعنا هي خلق جسر أي جسور مع هذه المؤسسات الدولية لتبادل التبادل في ميدان البحثي والميدان التكويني، حتى نوصلوا يعني المدرسة تاعنا في مكانة تكون عندها مرئية كبيرة اللي حتمكن الطلبة تاعنا باش يكون عندهم فرص أكبر وأكبر باقتناء مناصب الشغل عليا. أكيد، خصوصا أنه دكتورة المدرسة تكتسي أهمية كبيرة لما تكتسبه، أقول من تخصصات ذكرتموها، لها علاقة بالأمن الغذائي، لها علاقة بما يسمى بالتحول الطاقوي، وهو توجه جديد للجزائر، حتى بصحة المواطن يعني. نعم. التخصصات الموجودة في المدرسة لها علاقة مع الأولويات الثلاثة الموجودة في الجزائر. نعم. الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي،
صحة المواطن. صحة المواطن. الأمن الطاقوي سيداتي، لو كان نشوفوا يعني كل الانفتاحات اللي عندنا في الاقتصاد الأزرق نقدروا نروحوا في الطاقات المتجددة عن طريق الموارد البحرية. جميل جميل جدا أن المدرسة تأخذ على عاتقها كل هذه التخصصات المهمة جدا. دكتورة بوتكرا بليندا مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، شكرا على كل هذه التفاصيل لك. وشكرا على حضورك معنا. شكرا لك سيدتي. العفو. مشاهدينا إلى غرفة الأخبار مع نشاط إخبارية مفصلة ولنا عودة بعد ذلك. مشاهدينا أهلا بكم. بداية، جعل المدرسة إطارا للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ لم يكن مجرد شعار لاستمالة منتسبي القطاع، بل التزاما تعهد به السيد الرئيس. وتجني المدرسة الجزائرية كل يوم ثمارة من منطلق إيمانه بدور المدرسة في إعداد الأجيال وتربية النشأ وحرصه على مناعة المجتمع. جاءت توجيهات السيد الرئيس السديدة وقراراته الجريئة لإصلاح قطاع التربية الوطنية والارتقاء بالمدرسة الجزائرية إلى مصافي الأنظمة التربوية المتطورة. التزام السيد الرئيس بالنأي بالمدرسة عن التجاذبات السياسية وجعلها فضاء للتربية تجلى في حزمة إصلاحات ضمنت الاستقرار في المواسم الدراسية وانعكست على مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ، وهو الالتزام 37 لرئيس الجمهورية. تقول منال عبديش. العلم الركيزة الأساسية لأي تطور ونماء اجتماعي واقتصادي، الجسر الوحيد ووسيلة العبور إلى مستقبل زاهر. تصور تبناه السيد رئيس الجمهورية وعمل على تحقيقه من خلال اهتمامه الفائق بقطاع التربية الوطنية لإدراكه التام بأهمية هذا القطاع ودوره الكبير في نهضة الجزائر وتطورها. تعليم، أنا عندي تعليم عنده مكانة خاصة. تعليم ما هوش وظيف، تعليم مربي، الله يربينا في أجيال. ومن هذا المنطلق قرارات السيد الرئيس الخاصة بقطاع التربية توالت ولم تتوقف. البداية كانت بالتخفيف الفعلي لثقل المحفظة الذي لطالما أرق الأولياء وأهل الاختصاص باعتماد الكتاب الرقمي ووضعه مجانا لتلاميذ الطور الابتدائي، وكذا الشروع في تزويد المدارس الابتدائية باللوحات الرقمية. قرارات اعتبرت سابقة من نوعها تبعت بأخرى لا تقل أهمية عنها، تمثلت في اعتماد اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي وتنصيب شعبة الفنون في التعليم الثانوي مع إنشاء ثانوية وطنية خاصة بها مجهزة بكل الإمكانات، وصولا إلى امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي الذي يدخل في إطار إصلاح المنظومة التربوية. بالنسبة لقطاع التربية الوطنية وعلى غرار يعني الدول المتقدمة، يعتبر من بين يعني القطاعات التي تبنى بها الدول والأمم، ما يعني أدى برئيس الجمهورية الذي يعني تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة الاعتبار لهذا المجال، وهو ما تجسد من خلال الإصلاحات والورشات التي نشاهدها حاليا. التزام رئيس الجمهورية بالنهوض بالمدرسة واستجابة منه لانشغالات المعلمين الذين تقع على عاتقهم مهمة تكوين النشأ، تم إدماج أكثر من 62 ألف أستاذ متعاقد وإعداد مشروع قانون أساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. جهود تطوير وتحسين قطاع التربية الوطنية تتواصل، والموعد الدخول الاجتماعي المقبل حيث سيتم تجهيز 1200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية، أي بمعدل مدرستين اثنتين مجهزتين بكل بلدية من بلديات الوطن، وتنصيب اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة ابتدائي مع توظيف أكثر من 4000 أستاذ. وبفضل الرؤية الشاملة للسيد الرئيس ولأجل أول مرة منذ الاستقلال توكل مهمة تدريس التربية البدنية والرياضية إلى أساتذة متخصصين في المجال.
إصلاحات تستحق الإشادة، ولكن المسيرة طويلة. السيد رئيس الجمهورية في كل أو في جل لقاءاته، خاصة اللقاءات الإعلامية، يعني يشير إلى قطاع التربية الوطنية ويذكر بالإصلاحات التي تحققت والتي ستتحقق أيضا في قادم السنوات، وهو ما نأمله. إنجازات كثيرة تحققت في قطاع يعتبر من بين أهم القطاعات التي يعول عليها لإحداث الفارق، ولعل المشاركات المشرفة لتلاميذنا في المسابقات الدولية للربوط بكوريا الجنوبية ومنافسة الأولمبياد العالمية للرياضيات باليابان خير دليل على تجسيد هذه الإصلاحات في الميدان، فبأمثال هؤلاء تسعى الجزائر لبناء مستقبل مشرق قائم على العلم والمعرفة. تربويا دائما، ومع استئناف العمل يوم أمس بالنسبة للموظفين الإداريين واقتراب الدخول المدرسي للتلاميذ، هياكل تربوية جديدة تدخل الخدمة هذا الموسم بولاية تيار تفقدها أمس وزير التربية الوطنية، الذي أكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير كل الظروف لإنجاح الدخول المدرسي، ومشددا على أهمية تجسيد الإصلاحات المقررة، خاصة ما يتعلق بدروس التربية البدنية والرقمنة. فاتح أبو عراب. هي قرى معزولة ومناطق نائية، ونظرا لأهمية التعليم في الجزائر وحرص الدولة عليه، استفادت كل من بلديات مادنة وسيدي عبد الرحمن بتجسيد مؤسسات تربوية جديدة مجهزة بكافة المرافق اللازمة. عندنا دراري تاع الدوار هنا تاع المنطقه اللي مساكين، كانوا يدوهم الاولاد جراد، يدوهم المادنه، يدوهم الكرمس، اليوم حاجه زينه يدخلوا هنا يقروا، راه عجبتنا انا مصرفين بها حاجه مليحه كاع، وحنا دابا نجيبوا اولادنا وان شاء الله يقراوا، كاين اللي يلحق ثاني العام الجاي والعام الاخر يا رايحه. هذه اول متوسطه تنجز في البلديه، التلاميذ كانوا يقراوا في انتظار كبير جدا، الحمد لله على هذا الانجاز. بلديه عين كرمس هي الأخرى استفادت من ثانوية 9200 مقعد بيداغوجي بنظام النصف الداخلي. في هذه الثانوية الجديدة يقرأ مليح واكتظاظ ينقل على التلاميذ وتولي كونكيرونس منافسة ما بين ثانويتين. عدد المنشآت التي سيتم استلامها واستغلالها بعنوان دخول المدرسة المقبل بحول الله عددها عن 52 مرفق، فيها ثانويات 22 مجمع مدرسي، 9 متوسطات ومتوسطتين في قيد الإنجاز، كلها أرقام تدعو إلى التفاؤل وتعطينا معلومات بأن الدخول في هذه الولاية سيكون إن شاء الله دخول ناجح. انطلاق أشغال تشييد مؤسسات تربوية وهياكل بيداغوجية لرفع قدرة استيعاب التلاميذ، بالإضافة لافتتاح معرض بيع الكتب واللوازم المدرسية بأسعار معقولة تحسبا للدخول المدرسي المقبل. في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في النيجر، تبذل الجزائر مساعي حثيثة ومتواصلة لتغليب الحل السياسي التفاوضي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتجنيب هذا البلد الجار والشقيق وكل المنطقة مزيدا من المخاطر. أحمد خير الدين. ككل مرة ترمي الجزائر بثقلها الدبلوماسي سعيا منها لحل الأزمة في النيجر وتغليب الدبلوماسية والحل السياسي على حساب الحل العسكري والتدخل الخارجي، وعلى مشارف انقضاء شهرها الأول تتأرجح الأزمة في النيجر بين نذور التدخل العسكري ودعوات الدبلوماسية التي يرى الكثير من الخبراء أنها اللغة الوحيدة التي من شأنها أن تجنب النيجر والمنطقة ما لا يحمد عقباه، خاصة في ظل سيناريوهات متعددة تخطط لها الدول ذات المصالح الضيقة في القارة السمراء. أي عمل عسكري سوف تكون له آثار خطيرة على المنطقة، أولا على النيجر باعتبارها الدولة المستهدفة، وثانيا على المنطقة بكاملها بالمساس بتداعيات اقتصادية والتداعيات العسكرية الأمنية على المنطقة. تخيل أنه بعض دول مجموعة الإكواس، مالي، بوركينا فاسو وكذلك النيجر، التزموا بمجابهة أي تدخل عسكري في المنطقة، مما قد يترتب عنه حرب إقليمية بالمنطقة سوف تفاقم الأوضاع بالدول الإفريقية، وسوف تفاقم الخطر الإرهابي وخطر الأمن أو الهجرة والتفقير. ومنذ أن صعد دخان الأزمة في النيجر، تحركت آلة الدبلوماسية الجزائرية لقطع الطريق أمام دعاة عسكرة الأزمة وإشعال فتيل حرب لن يسلم منها شعوب المنطقة برمتها.
وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية تنقل قائد الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف في جولة نحو نيجيريا والبنين وغانا الدول الأعضاء في مجموعة الإكواس. ففي أبوجا توافقت الرؤى حول المقاربة السياسية للجزائر التي تعارض بشدة التدخل العسكري الذي قد يؤدي إلى أزمة لاجئين وحرب إقليمية لها تبعات كارثية. نفس المقاربة كان لها صدى إيجابي في كل من أكرا وبورتونوفو. الجهود تواصلت من قلب الحدث. الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يحل بالنيجر في محاولة لتقريب الرؤى وإيجاد حل للأزمة التي تمر بها البلاد. اللقاء أثمر على أن الحل السياسي هو حجر الزاوية لإخماد فتيل الأزمة قبل فوات الأوان. بعد المبادرة الجزائرية لاحظنا تصريحات من قبل الدول المؤثرة الثلاث التي زارتها الدبلوماسية الجزائرية بأن هناك على الأقل قبول لفكرة أن الحل السلمي ما زال قائما وما زال ممتدا. والحل حسب الاقتراحات الجزائرية وحسب المبادرة الجزائرية يقوم على أساس محاور تالية. أولا العودة إلى الالتزام بالعودة إلى العمل في إطار المؤسسات الاتحاد الإفريقي التي ترفض أي عمل أو تغيير الحكومات بطريقة غير دستورية. ثانيا تجنيب منطقة الساحل وتجنيب النيجر تداعية أي عمل أو أي عملية عسكرية ومخاطر ذلك. ثالثا الالتزام بالعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز الديمقراطية والحكم الراشد في دولة النيجر مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى النيجر وعلى مستوى دول الغرب الإفريقي وعلى مستوى القارة الإفريقية بصفة عامة. سباق الدبلوماسية ما زال مستمرا لحل الأزمة في النيجر، والجزائر السباقة كعادتها لإعلاء صوت الحوار لن تدخر أي جهد في هذا السياق حفاظا على أمن واستقرار المنطقة. أصيب 33 شخصا بجروح متفاوتة صباح اليوم في حادث مرور على مستوى طريق السيار شرق غرب بالقرب من محول الشفة اتجاه وهران بولاية البليدة. وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي بين 12 سيارة وسبع شاحنات وحافلة لنقل المسافرين، هذا وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى، كما تم نقل كل السيارات المتضررة من مكان الحادث. دوليا دعت ممثلية جبهة البوليزاريو بألمانيا كافة الشركات المتورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية إلى احترام الشرعية الدولية التي تعتبر أن القيام بأنشطة في مجال التنقيب والاستغلال في الأراضي الصحراوية المحتلة دون استشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب يشكل انتهاكا لمبادئ القانونية الدولي. وبالمناسبة قدم ممثل جبهة البوليزاريو بألمانيا تقريرا موجزا عن آخر التطورات الميدانية التي تعرفها القضية الصحراوية في ظل استئناف الكفاح المسلح بعد خرق المغرب اتفاق وقف إطلاق النار، معرجا على الواقع المتردي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المدن المحتلة نتيجة سياسة القمع والبطش التي ينتهجها الاحتلال المغربي في حق الصحراويين العزل. في فلسطين المحتلة أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعرض عشرات الفلسطينيين المدنيين لاعتداءات عنيفة من طرف مستوطنين صهاينة وبحماية من قوات الاحتلال بكل من القدس المحتلة ومدينة نابلس بالضفة الغربية. هذا وتواصل قوات الاحتلال سياستها الاستيطانية وتهجير المقدسيين حيث تقوم بتجريف الأراضي جنوب المقدس الأقصى المسجد الأقصى، فيما طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي حقيقي لوقف الاستيطان وتفكيك قواعده الإرهابية. ختام النشرة، إلى اللقاء. التلفزيون الجزائري عبر منصات الإعلام الجديد. موقع إلكتروني باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، يتابع الأخبار والأحداث الوطنية والدولية.
محتويات تفاعلية نحاكي فيها عناصر الخبر في حلة رقمية. فضاءات للتواصل والتفاعل والمشاركة ولمتابعة برامجكم المفضلة. تفاعلوا مع مختلف منصات التواصل الاجتماعي للتلفزيون الجزائري. الآنية والمصداقية. نتواصل وإياكم مشاهدينا دائما عبر برنامجي هذا الصباح في آخر ساعة من عمري هذا المباشر، تماشيا مشاهدينا واستراتيجية الدولة الرامية إلى تشجيع الابتكارات وكذا المؤسسات الناشئة، نجد أن الشباب اليوم يتسارع إلى خوض ضمار هذه التجربة، هذه الاستثمارات التي ستفتح له أكيد بابا عند العمل وكذلك الشغل. أكيد تحفيزات كثيرة قدمتها الدولة الجزائرية اليوم في هذا المجال، وفي مقابل يجب رفع الوعي المقاولاتي لدى هذا الشاب. إذن في نشاط الجمعوي مشاهدينا سنستعرض وإياكم تجربة جمعية تعمل على تطوير كفاءات ومهارات الشباب الجزائري في عدة ميادين من بينها ميدان المقاولاتية وريادة الأعمال. للحديث أكثر عن هذه الجمعية ونشاطاتها أسعد باسمكم جميعا مشاهدينا باستضافة السيد إدير بالكبير مدير العمليات بإنجاز الجزائر. صباح الخير سيد. صباح النور وشكرا على الدعوة. العفو هذا واجب. طيب بداية كما جاء في الفهرس، الاستثمار سيدي في العامل البشري اليوم هو من مخططات الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة أكيد، وإذا تحدثنا عن الشباب الجزائري سنتحدث عن ما يفوق 70%. إلى أي مدى سيؤدي ترسيخ روح المقاولاتية في الشاب الجزائري إلى أكيد أنه فتح أفاق الشغل، وين الشاب يصبح هو الذي يفتح أفاق الشغل لأقرانه؟ يعني اليوم نلاحظوا أنه الشباب الجزائري بصفة عامة نعم. ونشوفوا كل المجهودات اللي تقوم بها من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا وزارة التكوين المهني يعني نعم. كل المجهودات هذوما اللي تقوم بهم الدولة الجزائرية لتطوير كفاءة الشباب نعم. يعني هي مجهودات قيمة اليوم لازم العمل يعني كمجتمع مدني ولا كل الأطراف هذوما يعني الشركات المجتمع المدني كل الأطراف هذوما اللي راهم خارج المنظومة التربوية ولا المنظومة الجامعية ولا التكوين المهني يعني واللي عندهم دور كبير من ناحية الأولى في تحسيس الشباب هادوما على سبل ولا الميادين اللي راهي فيها يعني متاحة. فيها عمل وفيها نوعا ما يعني مجالات يعني اللي اليوم الانضمام الى هذه المجالات يقدر يكون ينجح الشاب هذايا في 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 مساره يعني من جهه، ومن جهه اخرى كل هذه الاطراف ثاني عندهم عمل كبير من ناحيه التكوين الاضافي. يعني اليوم الجامعه الجزائريه يعني تكون الطالب في في في, في يعني في الميادين التقنيه ولا يعني الميادين المتعلقه بالمسار البيداغوجي تاعو، ولكن نلاحظوا باللي اليوم الجمعيه يعني الجمعيات ولا الشركات عندهم هدف ثاني انهم يكون عندهم يكونوا همزه وصل بين هذا الطالب وهذا المنظومه الجامعيه، ويكون همزه وصل يعني مع الميادين يعني الميادين في بشتى انواعها. وانجاز الجزائر كجمعيه العمل تاعها هو انها تكون هذه الهمزه الوصل. نعم. يعني بالحديث عن عمل الجمعيه نجد ان هنالك جهات كثيره في المجتمع تؤدي الى او تعمل لهذا الصالح، صالح توجيه الشاب نحو المؤسسات الابتكاريه وترسيخ روح المقاولاتيه، مثلا الجامعه الصيفيه كذلك. اذا تحدثنا عن نشاط الجمعيه استاذ، فيما يتمثل نشاط الجمعيه او عبارة أخرى ما هو البرنامج المشطر من أجل ترسيخ روح المقاولاتية في الشاب الجزائري؟ الاستراتيجية لدى جمعية إنجاز الجزائر أولا هي البحث في يعني في المرحلة الأولى نعم. على كما يقول لك لي كان كومبيتونس يعني الفرق هذا في الكفاءات، وين كاين نقص في الكفاءات الجمعية عندها برامج
يتمشوا مع هذه. دونك هذه المرحله الاولى يعني نحوسوا شنو هما الكفاءات اللي ناقصين والكفاءات اللي لازم نطوروهم عند الشباب بصفه عامه. دونك حنا نسيب له هذا يعني هذه المرحله. المرحله الثانيه ان فوق نعرفوا شنو هما الكفاءات اللي ناقصين يعني كاين فصل نشوفوا فيه البرامج اللي متوفره لدينا لانه انجاز الجزائر عندها طابع انها صحية جمعيه جزائريه يعني جمعيه وتابعه ولايه الجزائر ونشكرهم على الدعم تاعهم ولكن عندها الفرصه انها تنضم الى منظومه اللي اسمها انجاز العرب وين عندنا نضع على كل البرامج اللي متطورين في في في, في الميدل ايست يعني في لا ريجون تاعنا ميدل ايست وشمال افريقيا وين نشوفوا شنو هما اخر البرامج اخر الكفاءات اللي الناس غيتبحث عليهم واللي غيطور فيهم في ميدان ديجيتال في الميدان تاع في ميدان الماليه ولا في ميدان المقاولات. دونك عندنا نظره ولا نظره ثانيه ولا يعني الفصل الثاني انه ندوروا بعض البرامج اللي نشوفوا باللي حنايا تتماشى مع الشباب الجزائري وكاين كاين يعني كاين اهميه لها. دونك حنا واش غنديروا نديروا ان ديفلوبمنت بروغرام سيتادير نعطيك مثال تطوير البرنامج مثال الاخر يعني تفضل. عندنا برنامج اللي راح نلونسيوه اللي متعلق باخلاقيات سكون ابل بزنس ايتكس يعني كل الاخلاقيات اللي لازم تكون عند الشخص في اطار تسيير الشركه تاعو. كي نتكلموا على هذه وعلى هذه النقطه هامه جدا لانه نشوفوا كيفاش الشخص يتعامل مع العملاء تاعو كيفاش الشخص هذا يتعامل مع افراد الشركه كيفاش الشخص هذا يتعامل مع المجتمع بصفه عامه وكيفاش كان عنده يعني يكون عنده كما يقول لك بصمه ايجابيه على كل هاد الناس اللي غيتعامل معاه ويخلي هو يكون يعني قدوه لهم. نعم. يعني استاذ ناهيك عن توجيه الشاب لاستراتيجيه وانماط يعني الابتكار دخوله في المؤسسات الناشئه كذلك توجيه سلوكاته تجاه السوق هذا ما قصدتم ونلاحظوها اليوم عندها اهميه كبيره يعني نشوفوها في المنتجات يعني احنا في كثير السنوات الماضيه كنا نشتكوا على المنتجات اللي تلحق لنا في السوق. نعم. يعني كان استيراد بعض المنتجات ونقولوا بلي هذه المنتجات ما تتماشاش مع متطلبات السوق من ناحيه الجوده وكلش. دونك حنايا اللي رانا داخلين يعني في استراتيجيه الدوله وذلك بفضل رئيس الجمهوريه الى تصدير يعني غانا في ليكسبورتاسيون تاع لي برودوي والاستثمار خارج مجال المحروقات فوالا. دونك هادو ماتاني يعني دونك لازم حنايا نوعوا الشاب الجزائري اللي راح يكون مستثمر الغد اللي راح يكون صاحب الشركه نوعوه على شنو هما السلوكيات اللي لازم تكون عنده باش يخلي غايه الجزائر دائما مرفوعه من جهه ومن جهه ثانيه المنتوج تاعو يكون يتحدى المنتوجات الاجنبيه اللي كاينه في الاسواق الاخرى. اكيد لانه سيكون مسوق لهذا سواء المنتوج او لصوره رياده الاعمال في الجزائر. سناتي الى هذه النقطه لكن استاذ اتحدث عن الاليات التي تتخذونها لتطوير مهارات الشاب تجاه رياده الاعمال. يعني احنا في الفلسفه تاع برامج انجاز الجزائر نعتمدوا كثير على سكون ابل ليرنينغ باي دوينغ. واش معناتها سيتادير الشاب هذا يتعلم لما يدير حاجه يعني لما يمارس حاجه لما نتكلموا على المقاولاتيه في البرامج تاع المقاولاتيه لانجاز الجزائر وهو برنامج المعروف اللي هو انتربرونور ليغ اللي عندنا الفرصه ان شاء الله راح نشاركوا بفريق جزائري بفريق من العرب؟ نعم مسابقه انجاز العرب لفريق من جامعه باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا اللي عندي اللي كنت طالب فيها طالب على مستوى الجامعه كنت على مستوى الجامعه اسمها صافي توجور بليزير اللي باغ اكزومبل في هذا البرنامج عندنا البرنامج هذا مقسوم على ثلاث على محورين كبار. المحور الاول انه الطالب لما يجينا ولا مجموعه الطلبه لما يجوا بفكره الحاجه الاولى اللي نديروها نمدوا لهم حصص ولا دورات دي ماستر كلاس تكوينيه اللي تخليهم يتعلموا اساسيات المقاولاتيه من الفكره الى حتى كيفاش التجسيد تاعها. نعم. يعني كل النقاط اللي لازم تكون عندهم في النظره تاعهم. المرحله الثانيه يعني راح نشوفوا افضل المشاريع اللي شفناهم افضل المشاريع اللي خيرنا منهم 12 مشروع 12 مشروع هذوما في المرحله الثانيه راح نحطوهم مع شخص من الميدان من ميدان المقاولات ولا من الشركه اللي عنده شركه ولا حتى هو عامل في شركه اللي راح يعطي لهم الاساسيات يعمل لهم نوعا ما من الكوتشينغ سيتادير راح يساعدهم باش تكون عندهم ولا يساعدهم يعني لتحسين النظره تاعهم والمكتسبات اللي عندهم من ناحيه تسير الشركه المصغره ولا الشركه الناشئه تاعهم بدون استقصاء يعني نوع الشركه. في المرحله الثالثه راح يسابقوا في مسابقه ونشوفوا 12 هذوما شفنا 12 هذ 12 شركات يعني شاركوا في مسابقه وان كان كاين لجنه تحكيم متكونه من اصحاب شركات
اللي شافوا افضل شركه من في المسابقه والمبادره، والشركه هذه هي شركه الطلابيه اللي نقدر نعتبروها شركه طلابيه، راح تشارك في مسابقه انجاز العرب. يعني المسابقه هذه يعني نشكر ولا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره الاقتصاد المعرفه وشركه الناشئه والشركه المصغره اللي دعموا اللي كل سنه يعني عندنا الدعم تاعهم. الشركة اللي تم اختيارها راح تشارك في مسابقة إنجاز العرب، وين راح تنافس 13 دولة، يعني الممثلين تاع 13 دولة في صنف الجامعات، وإن شاء الله يكون عندهم كل الحظوظ ونعود نولوا إلى الجزائر ب يعني ب نعم بإنجازات. أكيد أنه الجزائر الجميل أستاذ أنه تدعم هكذا مشاريع وتدعم الشباب المبتكر، وأكثر من ذلك هي ترافقه. إذا شاهدنا مثلا قرار الوزاري 1275 نعم هذا ليشجع الاستثمار، أكيد أنه هنالك مجالات لابد أن يطلع عليها، أكيد أنه الجمعية تعمل على هذه يعني النقطة. لا 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 لدي الحظ أن يكون في اللجنة الوطنية مع البروفيسور مير، وبعد التنصيب اللي عنده من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعني كان عمل كبير وعمل جبار اللي تقوم به اللجنة الوطنية يعني لترسيخ روح المقاولاتية وفكرة المقاولاتية، ولاحظوها في شتى الميادين. يعني كاين الشركة الناشئة من جهة، وكاين ثاني صنف آخر الكبير اللي هو الشركات المصغرة. يعني اليوم نلاحظوا أنه النقطة الأهم أنه تكون كاينة روح المقاولاتية. دوك الشاب يجيك فكرة ابارتيجو ممكن الفكره هذه عندها طلب في السوق، تقدر تكون شركه ناشئه ولا تقدر تكون شركه مصغره. الشركه الناشئه عندها كما يقول لك فاش نقولوا يعني المميزات تاعها والخواص تاعها، والشركه المصغره اللي ثاني هي شركه اللي عندها قيمتها. نقدروا نلاحظوا باللي اليوم عندنا كثير من الاحتياجات في السوق، نلاحظوا باللي كاين عدد كبير من عمليات الاستثمار في التصنيع، يعني نعم. في مجال الصناعه في الجزائر، وكل هذه الشركات اللي هي تشوف شركات كبار اللي هي تشوف واللي هي تبدا النشاطات تاعها تحتاج ثاني يعني دي بارتنير اللي يكونوا عندهم مختصين في بعض الميادين بشتى انواعها. كل يوم كاين عمل كبير يقوم به اللجنه، وعندنا الحظ ان ندعم الجامعات يعني بمدارس سكون ابل دور المقاولاتيه سابقا، واللي ولاو لي سونتر دو ديفلوبمون دو لونتربرونيا لي سي دي او، ولا لي زانكوباتور اللي هما حاضنات الاعمال. نعم جميل سيدي. طيب في الاخير نستغل فرصه تواجدك معنا، وانت شاب وكنت يعني طالب بجامعه باب الثوار، والان انت يعني في مشروع مهم جدا هو توجيه هذا الشاب في عجاله، نصائح للشاب من اجل دخول هذا العالم الذي سيفتح له باب الشغل كما ذكرنا، وسيكون هو يعني الذي سيفتح أبواب الشغل لما لا. نعم اليوم النصيحة اللي نقدر نمدها لكل شاب جزائري أنه تكون عنده ثقة كبيرة في الكفاءات تاعه، هذه الأولى، وتكون عنده ثقة كبيرة في الفكرة تاعه. نعم. مهما كانت يعني الصعوبات اللي يقدر يواجهها، وهذه من كما يقول لك يعني في الحياه اليوميه تكون عندنا صعوبات يعني في بعض الميادين ولا حاجه، ولكن لما تكون عندك ثقه كبيره في نفسك وفي الكفاءات تاعك وفي الفكره تاعك راح تتعلم من الناس اللي هم حولك، وتتعلم ثاني من كل هذه المبادرات اللي خصوصا اللي مع تواجد ما يسمى بالمرافقة من الوزارة، سواء الوزارات الوصية أو من طرف الدولة الجزائرية. شكرا لكم السيد إدير ناصر بالكبير مدير العمليات بإنجاز الجزائر على كل هذه الجهود المبذولة، وشكرا على تلبية الدعوة. وشكرا لكم على الدعوة، وإن شاء الله ربي ينجحنا كاع ونرفع راية الجزائر في كل نقطة في العالم. العفو هذا واجب. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا بعد فاصل قصير. We'll be right back.
إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مشاهدينا الكرام، حيث يشهد القطاع ديناميكية كبيرة يعرفها بعد جملة من القرارات الهامة والتي جعلت من الجامعات الجزائرية منفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا ما تمخض عن قرار الوزارة 1275 الذي أبرز دور الحاضنات وما يسمى بحاضنات الأعمال في مرافقة الطلبة أصحاب المشاريع والرهانات المستقبلية للقطاع. وللاستفادة أكثر مشاهدينا في هذا الموضوع أقول يسعدني باسمكم جميعا استضافة البروفيسور سمير الشهب مدير حاضنة جامعة بومرداس وعضو اللجنة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال. صباح الخير بروفيسور. صباح الخير وشكرا على الدعوة، سعيد بحضوري معكم هنا. العفو هذا واجب. طيب بروفيسور، نبدأ في البداية بالسنة الجامعية بعد إتمامها، السنة الجامعية لسنة 2022-2023، ما هو تقييمكم للسنة الجامعية خصوصا بعد هذه الديناميكية والحركية الجديدة في القطاع؟ شكرا على السؤال. يعني أولا وقبل كل شيء يعني أن أثمن يعني عمل جميع أفراد وإطارات وزارة التعليم العالي. نعم. على الحصيلة يعني اللي وصلنا إليها في هذا العام. نعم. يعني بعد عمل جبار ويعني ومحكم. يعني الأرقام المعطاة لحد الآن اللي كان توصلوا فيها زملائي في أعضاء اللجنة الوطنية للابتكار ورئيس اللجنة، اللي وصلنا لأكثر من 2000 مناقشة مذكرة. نعم. تخرج مؤسسة ناشئة. جميل. يعني والحصول على أكثر من 200 لابل. لابل مشروع مبتكر من طرف وزارة المؤسسات الناشئة. وكذا تسجيل أكثر من 800 براءة اختراع. نعم. لهذه الطلبة ليسجلوا للحصول على براءة اختراع في المعهد الوطني للملكية الفكرية. يعني هذو الأرقام يعني راهم مشجعين، يعني تشجع وتبين العمل اللي قامت به جميع الفاعلين في هذا المجال. نعم جميل. طيب بروفيسور، في إطار مواصلة رقمنة القطاع أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر أكثر من 40 منصة رقمية، أكيد أن هذه المنصات ستضع الطالب الجزائري في أريحية نظرا للخدمات التي تقدمها تلك المنصات. ماذا عن العملية على مستوى جامعة بومرداس؟ والله هذه العملية يعني نشكر يعني الوزارة الوصية التي قامت بهذه المبادرة. يعني وهذه لي بلاتفورم نيميريك راح يسهلوا انشغالات الطلبه والاساتذه والعمال الى غير ذلك. يعني الرقمنه راهي حاله يعني راها مهمه في الوقت الحالي على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي. راح الرقمنه راح تنقص هذاك لي ديبلاسمون يعني تاع الطلبه، الوقت الضائع اللي كانوا يضيعوه في للحصول على اوراقهم. يعني حتى راينا يعني بطاقه الطالب تقدم بطريقه رقميه الهاتف، يعني التسجيل كذلك، تسجيل الحصول على المنحه كذلك، تسجيل الحصول على الاقامه كذلك. يعني لاحظنا يعني تطور كبير في قطاع التعليم العالي. نعم. ونتمنى هذه المبادره تعمم على القطاعات الاخرى. أكيد أكيد. طيب بروفيسور، هل يمكن استعراض بعض النماذج من المشاريع أو المذكرات التي تمت مرافقتها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى جامعة بومرداس؟ يعني كنت نتكلم على جامعة بومرداس. احنا جامعة بومرداس كما تعلمون فيها جميع التخصصات، مختلف تخصصات من بيولوجيا، تكنولوجيا، الحقوق، الى الرياضه، الى جميع يعني جميع مختلف التخصصات. احنا على مستوى حاضنه جامعه بومرداس عندنا مشاريع من مختلف التخصصات. يعني في المجال الغذاء، في المجال الطاقه، في مجال الصحه، في مجال الرياضه، في مجال القانون، في مجال يعني مجالات مختلفه. احنا ياتوا الينا حاملي المشاريع بافكارهم، تتم المرافقة وحنا نستقبلهم على مستوى الحاضنة.
كل مشروع كل فريق عنده فكره في مجال يعني تخصصه في المجال اللي الدراسه تاعو. احنا نقوم ب انتقاء يعني بمرافقته وتشجيعه لدخول مجال الاعمال، هذا هو الهدف الرئيسي. نعم. احنا الطالب ماذا الطالب ولا الشباب ولا حامل المشاريع يعني ماذا بنا يدخلوا مجال الاعمال، ما يبقوش يحوسوا على خدمه. اكيد اكيد سيفتح هذا المجال ابواب الشغل امام الطالب الجزائري. حابين يدخلوا تفضل. كامل المجال الاعمال ويخرجوا من العقليه تاع راتب، يعني نشوفوا الراتب الان ما راهش يكفي، يروحوا يخدموا راه في يعني والخدمه راهي تفتح افاق شغل جديده. بروفيسور، طيب على اي اساس يتم انتقاء هذه المشاريع، علما ان هنالك مشاريع توجه اما لحاضنات الاعمال واخرى توجه الى دور المقاولاتيه؟ نعم، احنا في عملنا عندما يصل الينا المشروع عندنا لجنه علميه على مستوى الحاضنه، هي تدرس المشروع، نشوف الطالب ونكونوه، يعني عندنا فترة تكوين، نستثمر في الطالب. نعم. أولا يعني نكون طالب، طالب كي يتكون يكون عنده إمكانيات، يكون عنده طاقات، بعدها هذاك الشاب ولا حامل المشروع يقدر يطور هو بنفسه المشروع تاعه. نعم. احنا يعني عملنا هو التكوين والمرافقة والتشجيع. المرافقة تكون معنوية بالنسبة لنا، ونمشي معاه حتى المرافقة يعني المادية، يعني عندنا علاقات، احنا نعمل على تحسين الايكوسيستم. الايكوسيستم هو البيئة. نعم. بيئة ملائمة للاستثمار، يعني المشروع إذا ما لقاش بيئة ملائمة للاستثمار، يعني ايكوسيستم فافورابل بور لانفستيسمون، راح ما يقدرش يتطور. وهذا الايكوسيستم فيه يعني بليزيور اكتر، يعني بليزيور فاعلين، الناس الفاعلين اللي هما الاداره من الولايه، اللي هما كذلك السيكتور سوسيو ايكونوميك، يعني التيسيو اندستريال اللي راه يعني لونتوراج تاع كما نقولوا احنا ولايه بومرداس. نهضروا على ولايه بومرداس، احنا عندنا يعني من هذا المنبر يعني نشكر سيد الوالي ولايه بومرداس اللي فتح لنا الابواب تاعو وتكلمنا معاه، وراه جينا يتفقد المشاريع ونروحوا لعنده واعطانا اوامر، قال لك وجدوا لي العراقيل العراقيل والانشغالات ومطالب حاملين المشاريع. جميل. قال لك جيبوها من سمحي. نعم تفضل. ثم البرك الفكره. نعم. يعني نجيبوا له هذو المطالب وهو ان شاء الله الاداره والولايه تتكفل بهم. كاين اللي يحتاج عقار صناعي، كاين اللي يحتاج عقار فلاحي، كاين اللي يحتاج عقار سياحي، كاين اللي يحتاج عقار صيد، غادي يجونا مدراء تاع الصيد. كاين عندنا مشروع يخدموا مثلا مأكولات تاع السمك. حضر معنا مدير الصيد وعطى لهم يعني عطى لهم تعهد باللي راح يقوم بهم، يعطيهم مكان وين يصنعوا هذه المأكولات ويديروا التجارب على السمك لتطوير هذا المنظمة. هذا مثال يعني من الأمثلة، يعني هذا. وكذلك عندنا وزعنا على مستوى جامعة بومرداس 20 مقر اجتماعي. نعم. اللي نشكر يعني مدير جامعة بومرداس اللي قام بهذا المبادرة. نعم. يعني كي نقولوا مقر اجتماعي، الشركة هذيك تقدر دير ريجيست كوميرس. سجل كوميرس تجاري. فوالا. نعم. ومن بعدها يعني كمرحلة أولى يدير ريجيست كوميرس، عنده مقر، عنده مكتب إلى غير ذلك. بعدها نذهب معه الى يعني المرحله الثانيه هي التجسيد. التجسيد على ارض الواقع، وهذا هو المهم. يعني الارقام اللي وصلنا لها محفزه. يعني احنا نحن سعداء بهذه الارقام، ولكن المرحله لازم الاستمراريه. اكيد. نروحوا لتجسيد المشاريع على ارض الواقع، وهذا هو الامر يعني المهم. ديفيست التحدي، هذا هو التحدي. لازم له إرادة من طرف هذو حاملين المشاريع. لازم إرادة،
للوصول إلى التسييد الواقعي للمشاريع. نعم. جميل المرافقة بروفيسور، من فكرة إلى مشروع إلى تجسيده على أرض الواقع. أكيد أن الوزارة الوصية أخذت على عاتقها المرافقة في هذا المجال. بروفيسور سنة وصفت بالذكاء الاصطناعي، أكيد هل فيه مذكرات نوقشت على مستوى جامعة بومرداس تصب في هذا إن صح التعبير توجه التكنولوجي الحديث؟ والله يعني شكرا على السؤال يعني الوجيه. العفو. احنا جامعة بومرداس كاين اكثر من 10 مذكرات في هذا المجال. نعم. الذكاء الاصطناعي، عندنا دكاتره عندهم دكتوره في الذكاء الاصطناعي وراهم اساتذه معنا، وتطوعوا كونوا يعني مذكرات مؤهل التخرج، مؤسسه ناشئه في هذا المجال. نعم. في مختلف المجالات راينا يعني في مذكراتهم في مناقشاتهم انهم يعني هناك تقدم ملحوظ. نعم. واللي راح يشاركوا ان شاء الله في تطوير الاقتصاد الوطني مستقبلا ان شاء الله. هذو كاين اللي عطينا لهم مكاتب مكاتب لتكمله مشروعهم وتجسيده على ارض الواقع. نعم. يعني هذا هو الهدف المنشود. يعني عندنا تعليمات، عندنا حوالي الآن حوالي 10 مؤسسات ناشئة، 10 مؤسسات ناشئة اللي راها تنشط، يعني راها في مجال تسويق، عندها سجل تجاري، عندها راها في مرحلة متقدمة. وهذو ثانية رانا نمشوا معاهم ما خليناهمش، ما من شركة راها جستت رانا نتابعوا فيهم مع المصالح الولائية ولا مع يعني دائما هناك عراقيل وحنا رانا واقفين معهم. نعم اكيد بروفيسور، بالحديث عن العراقيل اكيد هنالك رهان يجب تحقيقه، لذلك نحن هنا اليوم. اكيد انه يجب توفير بيئه للطالب الجزائري من اجل حتى يستطيع تجسيد هذه الافكار. كيف يتم ذلك على مستوى جامعه بومرداس؟ هذا هو بيت القصيد، يعني احنا نعمل يعني نديروا لي كونتاكت. نعم. الكونتاكت قلت لك مع المديريات الولائيه، مع التي سي اندستريال يعني النسيج الصناعي لولايه بومرداس، عندنا شركات، عندنا سوناتراكس، سونايغاز الى غير ذلك، صوفي كلير نخدموا معاهم، مختلف الشركات، شركات عموميه وشركات خاصه. وكذلك هناك اجهزه الدعم المقدمه من طرف الدوله، يعني اللي قدمتها الدوله يعطيها الصحه، راها تمول في المشاريع. كاين عده أجهزة الدعم، عندنا لاناد اللي راها مقاولاتية، عندنا الصندوق الوطني مؤسسة الناشئة، عندنا الكناك، عندنا لونجام، كاين مشاريع صغار يحبوا يديروا بيرو عنده مثلا تجارة إلكترونية ويحتاج أقل 100 مليون، لونجام تمد 100 مليون، تمد لك مدة ثانية تقدر تعطيك لوكال. دونك حنا نوجهوا كل مشروع على حدة، يعني كل مشروع والاحتياجات تاعو، كل مشروع وعنده يستطيع لي كونترين تاعو. احنا ما نقولوش عراقيل، نقولوا سي دي بروسيدور، سي دي ميكانيزم، نوجههم كيفاش يروحوا في الميكانيزم اللي راح ينجحوا فيه. نعم نعم. لا كلمه عراقيل هذه يعني غير موجوده، مي سي دي بروسيدور. نعم. سي دي بروسيدور لازم الطالب يفهم باللي راح يدخل فيها، باسكو البروسيدور تاع لا كرياسيون دو انتربريز راه يبدا بالنوتير الاول موثق، يدير له كونترا دو لوكاسيون، يروح ريجيست كوميرس يحط ان دوسي ثاني باه يدير ريجيست كوميرس. نعم. ابري ريجيست كوميرس كارت فيسكال يديها في مع لي زامبو، يروح لا روسيت يدي ليكزيستونس، يروح يدير لا فيلياسيون في لا كناس. نعم. تاع لي زيفيكتيف تاعو، يروح يدير لا فيلياسيون في كاسنوس تاعو، نوجهو الطالب اللي كي اجراءات، فوالا هذو اجراءات وثائق لازمه لدخول مجال العمل. يعني فعلا كي يروح يدير سوميسيون ولا يشارك في مسابقات للحصول على مشاريع ولا حاجه ولا يخدم،
لازم له كامل هذه الوثائق. اكيد اكيد. هنالك بروفيسور جمعيه كنا قد استضفنا قبل قليل جمعيه ناشطه في هذا المجال توجه الشاب المبتكر الى هذه المجالات، تعرفه على الحياه المهنيه، تعرفه على مجال رياده الاعمال. بروفيسور سمير للشهاب مدير حاضنه جامعه بومرداس وعضو اللجنه الوطنيه للابتكار ورياده الاعمال، شكرا لكم على كل هذه الجهود وشكرا على تلبيه الدعوه. شكرا جزيلا، يعني سعدت كثيرا بحضوري معكم للمره الثانيه هنا في العفو سيدي، هذا واجب. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا بعد فاصل قصير. مجددا نعود مشاهدينا لاستكمال فقرات هذا الصباح، ودائما في المشاريع الابتكارية السنة سميت بالذكاء الاصطناعي أكيد، والتكنولوجيا الحديثة للاتصال باتت تلعب دورا رياديا في المجتمع. في المقابل نجد توجها جديدا للمجال في مجال الاقتصادي فيما يسمى باقتصادات المعرفة من خلال تشجيع المؤسسات المبنية على الابتكار في مجال التكنولوجيا وكذا الروبوتيك. هي مؤسسة تكوينية وكذا خدماتية لها عدة فروع متخصصة في التكوين المهني، إذا لها علاقة كما ذكرنا بالتكنولوجيا والإعلام الآلي، استخدام الكمبيوتر والإنترنت إضافة إلى خدمات أخرى. للحديث أكثر عن هذه المؤسسة مشاهدينا أسعد باسمكم جميعا باستضافة السيدة فاطمة الزهراء الرش صاحبة مؤسسة دلتا برو و مختصة في التعليم بالتكنولوجيا والروبوتيك. صباح الخير. صباح الخير، نشكركم على الاستضافة وصباح الخير على جميع متابعينا. العفو، مرحبا. سيدتي في البداية كيف كانت الفكرة وكيف كان التجسيد؟ الفكرة في الحقيقة ليست وليدة اللحظة. نعم. الفكرة كانت كي كنت طالبة في الجامعة، وإن لاحظت أنه كاين مشاكل في التعليم من الجانب التطبيقي. لاحظت أنه الطالب اون جينيرال في المجالات التقنية ولا العلمية يفتقر للجانب التطبيقي. نعم. وين ما كانتش عندنا الفرصة وين نشوفوا، كانوا حوايج نقراو عليهم من الجانب النظري فقط، ما كانتش عندنا. نعم. الفرصة أن نشوفوهم دي ماتيريون نتعرفوا عليهم، ما كانتش عندنا. نعم. الفرصة أننا نديروا البرمجة، لأني أنا في مجال الإعلام الآلي، مهندسة الدولة في الإعلام الآلي، كاين حوايج كنا نقراو عليهم نظريا فقط.
لذلك قلت علىها لما لا أننا نديرو مدرسة تتخصص في مجال الإعلام الآلي في مجال التكنولوجيا وين نستخدمو المجال التطبيقي وين تكون تطبيقية 100%. هذه الملاحظة ما لاحظتهاش في الجامعة فقط، بعد كي تفكري مثلا من الابتدائي حتى للطور الجامعي ما كانتش عندنا دائما الفرصة للمجال التطبيقي. هذا لضيق الوقت، مثلا ضيق الوقت ولا الامكانيات ما تتوفرش. دونك هذه هي كيفاش كانت الفكره. في بدايه المشروع بديت نطبق فيها يعني في تدريس الرياضيات والفيزياء، بحيث كنت نحوس على طرق اللي تمكنني ندرس هذه المادتين العلميتين بطريقه، يعني ما نقولوا احنا الرياضيات دائما نقولوا هي ماده جافه. نعم، جامده. نعم. نقولوا ما فيهاش براتيك، يعني اغلب التلاميذ يهربوا منها يخافوا منها. في بدايه المشروع طورت الطريقه بحيث ندرس الاطفال الصغار ولا اطفال المتوسط اللي كنا بدينا معاهم بطريقه التطبيقيه. مثلا كانوا يديروا لدراسه الهندسه كنا نديروها حصه اشغال يدويه، يحسوا رواحهم راهم يقطعوا راهم يقصوا راهم راهم يرسموا، في التالي يلقى روحه دار نظريه من نظريات الهندسه، مثلا نظريه فيثاغورس ولا طالس ولا اي يعني نظريه من نظريات الرياضيات. تدريس التلميذ لهذه هذا المقياس ان صح التعبير بطريقه حديثه عصريه تفتح ان صح التعبير شهيه الطفل او المتلقي لدراسه هذه الماده. طيب سيده فاطمه الزهراء، بما أنه وظيفة المؤسسة الأولى هي التكوين والتعليم، طيب ما هي البرامج المعتمدة لديكم في المؤسسة من أجل التكوين؟ احنا مؤسسة دلتا هي مؤسسة تكوين تعليم وخدمات في المجال التكنولوجي. نعم. احنا البرامج اللي عندنا، أولا عندنا عدة فروع، يعني كل فرع عنده البرامج الخاصة به. عندنا مثلا دلتا أكاديمي اللي فيها التكوين المهني. نعم. عندنا برامج عروض التكوين اللي عندنا مثلا كل ما يتخصص بالتخصصات التقنية، مثلا الإعلام الآلي، تسيير الحاسوب، ديفلوبمون ويب، تطوير المواقع الإلكترونية. نعم. ولا ليزابليكاسيون ولا التطبيقات الإلكترونية. مثلا مثلا نستخدموا أيضا في الشبكات ولا في لي ريزو، رايحين إن شاء الله مستقبلا مع بداية هذا العام وين راح نديروا تعاقد مع سيسكو باه يكونوا يخدموا في لي ماتيريو تاع لي ريزو. عندنا برامج هذا فيما يتعلق بالدلتا اكاديمي، وكان نروحوا للدلتا برو مثلا. دلتا برو فيها كل ما يتعلق بالروبوتيك، عندنا برنامج روبوتيك، عندنا برنامج اللي دارته مؤسسة دلتا برو اللي يعني بمساعدة طبعا الروبوت التعليمي اللي فيه البرنامج نقروا فيه الروبوتيك بحيث يتماشى مع برنامج المقرر الدراسي. جميل، هذا كله يطور ربما سيدتي مهارات الطفل تجاه هذا التحول التطور الجديد التكنولوجي، خصوصا ما تعلق بالبرامج التعليمية الحديثة التي ستنمي قدرات الطفل مستقبلا. طيب تحدثتم عن شراكات، عن توأمات، هل تعملون، هل هنالك اتفاقيات شراكة مع قطاعات أخرى؟ احنا في الوقت الحالي مازال ما عندناش يعني شراكات يعني واضحه. كاين وين كيما نقولوا برك تفاهمنا مع ان اكور دو برينسيپ، مازال ما كانش تعاقد باين، بصح نتمنى كثير يعني لانه المؤسسات دركا كامل راهم يحتاجوا، يعني التالي لازم يكون يعرف الانفورماتيك. أكيد. يعرف لوتي انفورماتيك. أكيد. يعني يبو يوتيليزي لورديناتور ولا يبو يوتيليزي لانفورماتيك فاسيلمون. يعني هذه احنا نتمناو من المؤسسات كساسوا الخاصه ولا العموميه انه يكون معنا تفتح المجال. نعم. لاتفاقيات ولا احنا في الخدمه يعني. اكيد، موضوع او نقطه
الشراكة أستاذة مهمة جدا في هذا المجال، خصوصا وأنه مجال مهم متطور، وكل قطاعات بالجزائر تشهد اليوم رقمنا وولوج ما يسمى بالذكاء الاصطناعي لهذه المجالات. أكيد أستاذة لديكم الكثير من المشاركات الوطنية والدولية في هذا المجال، خلينا نبدأ بالمشاركات الوطنية. المشاركة الوطنية طبعا كانت عندنا عدة مشاركات، احنا المدرسة هذه راه عندها تقريبا 4 سنوات، وين بدينا المشاركات في 2020 شاركنا اونلاين فقط لانه كانت جائحة الكوفيد 19 وين ما تمكناش نديبلاسو، دونك شاركنا في هذاك العام الاول اللي كانت اونلاين، ومن بعد شاركنا في المسابقات الوطنيه المقامه من طرف جمعيه الروبوت التعليمي من طرف سيد فؤاد الموشي، شاركنا في مسابقه الصيف 2021، ثم مسابقة صيف أيضا 2022، ومسابقة الوطنية للروبوت والذكاء الاصطناعي بالجزائر العاصمة 2023. أكيد أنه هذه المشاركات الوطنية أدت إلى مشاركات دولية، كيف كانت أو ما هي أهم مجالات المشاركات على المستوى الدولي؟ شاركنا ملي بدأت يعني البطولات العربية، يعني بغض النظر على البطولات اللي شاركنا فيها اونلاين، نهضروا على المشاركات وين دينا الخبره وين دينا التلاميذ ورحنا لدول اخرى. كانت كاينه المشاركه العام اللي فات في البطوله العربيه للروبوت والذكاء الاصطناعي بمصر بشرم الشيخ في 2022، وهذا العام وين كانت عندنا الاكسبيريونس بقطر في الثاني ايضا في البطوله العربيه للروبوت والذكاء الاصطناعي، وين تحصلنا على جائزه، تحصلوا التلاميذ على جائزه افضل هندسه. والعام اللي فات على مصر اللي ما كنتش حكيت عليها كانت عندنا جائزتين، جائزه للمدربين وين تحصلوا المدربين اللي كانوا معنا على جائزه افضل مدربين، وتلاميذ ايضا تحصلوا على جائزه Against All Odds. جميل، بالتوفيق. طيب أستاذة، أنتم أكيد تعلمون أن الجزائر وغيرها من البلدان العالم تشهد تغيرات جغرافية كثيرة، هنالك مخاطر أكيد كبرى يمكن أن تهدد البيئة، لديكم مشاركات في مجال البيئة، هل ممكن عرض التجربة؟ نعم، كانت عندنا مشاركات في سنة 2021 حيث كان موضوع المسابقة هو مشاكل المياه، وين كانوا كاين الاطفال ولا التلاميذ اقترحوا عده مشاريع، مثلا كانوا كاين عده مشاريع لانه في هذه المسابقات كاين يعني مشاريع الابتكار. نعم هذا مشاريع الابتكار وين تقدري تشاركي، عندك الحق وين تقدري تشاركي بمشروع، مش شرط انه يكون عندك نموذج مصغر بفضل الروبوت التعليمي، ولكن نقدروا كما نقولوا حنايا نديروا الماكيت، يعني سي لا فيزيون تاع لي بيتي زونفون. نعم، هي رؤيه استشرافيه للمشروع. نعم. وين شاركوا الاطفال مثلا في تاع مشاكل المياه، في تنقيه مياه الابار مثلا. طيب استاذه فاطمه الزهراء، وانت مهندسه في الاعلام الالي، دائما نتحدث عن هذه المخاطر، كيف ستساهم هذه المشاريع في التخفيف من هذه المخاطر او الكوارث الطبيعيه؟ هي على حساب المشروع اللي ممكن نكونوا فيه، هي كي نشوفوا البيئه اون جينيرال، نهضروا على الطاقات المتجدده اللي كي نحموها، مثلا الطاقات المتجدده عندنا عده استخدام للروبوت في هذا المجال، سواء في الطاقه الشمسيه، خاصه حنا في الجزائر عندنا كامل لي موايا، عندنا كامل لي موايا باه نديروا مثلا طاقه الرياح، نديروا الطاقه الشمسيه، نديروا هذه عندها مساهمه كبيره للحفاظ على البيئه. ممكن من خلال التوعيه والتوجيه، حنا كوم دي زيكول وين نتعاملوا مع الاطفال. نعم. المدرسه، حنا المدرسه الاولى للطفل، خاصه اننا عندنا روضه الاطفال ومن بعد عندنا المراحل
مراحل كما نقولوا احنا الابتدائي المتوسط والثانوي حتى وصولا للمرحله جميل جميل الجامعية. خصوصا ان الطفل هو الذي سيبني المجتمع مستقبلا. اكيد استاذه فاطمه الزهراء الرش صاحبه مؤسسه دلتا برو مختصه في التعليم بالتكنولوجيا والروبوتيك كنت معنا عبر برنامج هذا الصباح، شكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا لك، نشكركم على الاستضافه وشكرا على كل متابعينا وشكرا لوقتكم. العفو هذا واجب. مشاهدينا سعدت بخدمتكم على مدار ثلاث ساعات من عمري هذا المباشر برامج الإخبارية متواصلة. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الصحفي والتقني العامل معي اليوم، إلى اللقاء.